التقييم النظري الاسبوع الجاي ان شاء الله في محاضرات الزيتون بقى كده جنب المراجعه ان شاء الله. يعني انا راجع بس في ثلاث محاضرات. نعم. طيب ان شاء الله يبقى في مراجعتين باذن الله جنب الزيتونه باذن الله، بحيث انك تحضر المراجعه بتاعت 4 9 4 5 العصر على الوقت، تلاقي الكلام كله ان شاء الله سهل جدا وبسيط مش اي مشكله. باذن الاسبوع اللي ان شاء الله مذاكره قويه جدا جدا جدا. لو قال لك باثوجينيسيس الثلاثه نفس الكلام. ايه الثلاثه
بقى الكوز اوف كوربس لوتيم انسفيشنسي او ديفكت. اول حاجه يا شباب الكوربس بتاعنا زي مين؟ زي الدور الاخير في عماره، الدور الاخير في عماره. لو العماره اساسها ضعيف يبقى العماره كلها ضعيف هينهار، السطح ده والروف ده هينهار. نفس القصه لو هتيجي كوربس ضعيفه هيطلع كوربس لوتيم ضعيف. ليه بقى يا دكتور؟ بص ليه؟ علشان خاطر الفوليك طبعا عليه هرمون ايستروجين، بيعمل ايستروجين بيطلع ايه يا دكاتره؟ ال اتش المسؤول عن الاورجنايزيشن وتكوين كوربس لوتيم. لو هذه الفوليكلز ضعيفه يبقى الايستروجين قليل، يبقى ال اتش سيرج اللي هيطلع ضعيف، وبالتالي اليوتنايزيشن وتكوين اللوتين جوه الكوربس لوتيم وعمليه تكوين الكوربس لوتيم نفسها هتكون ضعيفه. اللي بيكون الكوربس لوتيم هو اللوتينايزنج هرمون، اللي بيدخل الماده الصفراء جوه خلايا الكوربس لوتيم هو اللوتينايزنج هرمون. ولقيت هنا دكاتره الهرمونز كلها ابدورمال، فوليكلز ضعيفه، ايستروجين قليل، ال اتش سيرج ضعيف، هيكون الكوربس ضعيف. ده اللي بنسميها ابنورمال هرمونال فاكتور، فوليكلز ضعيفه، ايستروجين قليل، ال اتش سيرج وحش، لوتينايزيشن وحش، وكوربس ضعيف. دي اول حاجه عندنا اللي هو ابنورمال هرمون برودكشن، ابنورمال هرمونال فاكتور. السبب الثاني يا دكاتره ايه بقى؟ السبب الثاني بقى هم اعداء المرض. هجمعهم كلهم في كلمه واحده اسمها تيل. التيل يا شباب دول دكاتره اعداء المرض. معايا دكاتره؟ اعداء المرأة اللي هم التيم، هنجمعهم كلهم هي كلمة واحدة، اختصار هو تيم، أعداء المرأة، تجميعة أعداء المرأة في المنهج عندنا. عبارة عن إيه تيم بقى؟ أي مشكلة في الثيرويد هرمون، سواء كان هايبو ثيرويديزم أو هايبر ثيرويديزم. معايا دكاتره؟ الهايبو والهايبر مش حلوين، زي كده الهارد كده. لو هايبر هارد فيلير بتجي كارديو، لو هايبو براد كارديو هارد فيلير. الشعر يا دكاتره هايبر ثيروديزم يبوظ الشعر، هايبو يبوظ الشعر، يبوظ البشر، يبوظ الانتستين. هو كده يا جماعه الثيرويد دي عامل زي مين؟ الملح في الاكل بالظبط. لو زاد الملح ما يتاكلش، ولو عادل برضه ما يتاكلش. هو الثيروكسين ده لازم يكون مقداره يا دكاتره دقيق جدا في الجسم. زاد او قل هيضعف الكوربس لوتيم. حتى خدنا هذا الكلام في الامينوريد. زاد ولا اميلوريت؟ حتى خدنا هذا الكلام في البليدنج، زاد او قل بيحصل بليدنج، فهو الثيروكسين كده. زياده او نقص مشكله، زياده او نقص مشكله في الكوربس لوتيم. العدو الثاني للمراه هو الهايبر اندروجينيزم. العدو الثالث هايبر برولاكتينيا. الهايبر اندروجينيزم والهايبر برولاكتينيا. اللي دي بتعرفوا فوليكلز والكوربس لوتيم. بدليل ان الفيلين لو شمت ريحه الاندروجين هيحصل ايه يا شباب؟ امينوريا وش. اي فيلين عندها زياده في الاندروجين زي ما انا دلوقتي. او زياده في البرولاكتين بالك، ما البرولاكتين بيعمل كده. وانتوا عارفين يا جماعه العلاقه بين البرولاكتين وبين الايستروجين، علاقه صعبه ازاي؟ احنا قلنا يا جماعه الايستروجين بيعمل ايه في البرولاكتين؟ الايستروجين انكريزز البرولاكتين بس بلوكس اكسبشن. البرولاكتين بقى رخم قوي. البرولاكتين ديكريز استروجين اند بلوكس اكسبشن. البرولاكتين ديكريز استروجين اند بلوكس اكسبشن. عشان كده يا جماعه خلي بالكم ان الهايبر اندروجينيزم الهايبر برولاكتينيا الاثنين بيضعفوا الكوربس لوتيم. في سؤال كمان مهم جدا للاستاذ الدكتور عمرو نادين بيدي في الفول مرض في الكلينيكال اللي هو دكاتره ازاي الاندوميتريوزس الاي او الاندوميتريوزس بيعمل كوربس لوتيم انسفشنسي. قلنا هذا الكلام في درس الاندوميتريوزس وهنا مره ثانيه. بص يا دكاتره الاندوميتريوزس ده الموست كومن سايت هو الاوفري. ده موجود في الاوفري، امبلانس في الاوفري، في دم في الاوفري زي كيس شوكولاته كده، شوكليت سيلت في الاوفر. هذا الدم فيه بروستاجلاندنز، والبروستاجلاندنز هي سم الكوربس لوتيم. يعني البروستاجلاندنز بتموت الكوربس لوتيم. عشان كده الدكاتره مع الاندوميتريوزس بيبقى عندنا لوتيال
phase defect او corpus luteum insufficiency. تاني يا شباب، ايه سبب corpus luteum ضعيف؟ لو الاساس ضعيف، لو الفوليكلز ضعيف فالكوربس ضعيف. اعداء المرض هايبو او هايبر ثايرويدزم، هايبر اندوجينيزم، هايبر برولاكتينيا او اندومتريوزس. الكيف تجميع اعداء المرض بيتعرفوا الكوربس لوتين. ساعات يا شباب كده يعني مثلا ايه في الامتحان مثلا تلاقي دكاتره كده ايه نبقى قايلين لهم يا جماعه خلي بالك السؤال ده يجي في الامتحان وبعيدينه وزايدينه كذا مره وتروح الامتحان برضه تغلط فيه برضه مفيش فايده. Some students never learn، يعني بص ما تنطط لهم كده مفيش فايده. فهو في كده بقى بص الكوربس دايما ساعات بيبقى كويس جدا والبروجسترون كويس جدا، المشكله فين؟ في الاندوميتريوم. هو بقى في مشكله يعني هنا في اند اورجان ريزيستنس، يعني ده بنسميه ريلاتيف لوتيال فيز ديفكت. الكوربس لوتيال عدل عيب طلع بروجسترون زي الفل. امال ايه المشكله المره دي؟ في الاندوميتريوم بنسميه ريزيستنت اندوميتريوم. خدناها قبل كده الكلام ده. عارفين يا دكاتره ايه الدواء كان مثال جميل جدا على ريزيستنت اندوميتريوم؟ الدواء ده اسمه كلوموفين سيتريت او الكولومين. الدواء بتاع الاندكشن اوف اوفيوليشن، بتاع الاندكشن اوف اوفيوليشن خدناه في الانفرتيليتي. طب ازاي دكتور بقى الكولومين بيعمل لوتيال فيز ديفكت؟ بص يا جماعه الايستروجين دوت بيبني البروجسترون ريسبتورز، وقلنا قبل كده برضه ان البروجسترون ما ينفعش يشتغل الا لو التيشو ظهروا الاول الايستروجين. حتى قبل كده مثلنا الايستروجين بوزير الداخليه والبروجسترون رئيس الجمهوريه، وقلت مش ممكن قبل رئيس الجمهوريه يروح مكان قبل ما يقابله وزير الداخليه. هو الايستروجين كده لازم يروح الاول التيشوز مكان البروجسترون يبدا يشتغل عليها بعد كده. طب ازاي بقى؟ ايه الميكانيزم؟ ان الايستروجين بيبني بروجسترون ريسبتورز، ولان الكلوروفيل سيتريت انتي ايستروجين، كلوروفيل سيتريت ده انتي ايستروجين، فهو بيقلل الايستروجين قوي، بيقلل مفعول الايستروجين، فبيقلل مين؟ بالتبعيه البروجسترون ريسبتورز، وبالتالي عندنا بروجسترون موجود بس مش شغال. معايا دي بنسميها اند اورجان ريزيستنس، بنسميها ريلاتيف ريلاتيف لوتيال فيز ديفكت. يعني الدكاتره خلي بالكم الكلوروفيل سيتريت عشان هو انتي ايستروجين وبيعاكس تكوين البروجسترون ريسبتورز، وبالتالي ما بقاش عندي بروجسترون ريسبتورز، وبالتالي البروجسترون ما ينفعش يشتغل على الاندوميتريوم. يبقى عندنا ريلاتيف. ليه ريلاتيف؟ ليه؟ البروجسترون زي الفل الليفل نورمال ولكن مش شغال علشان نقص الريسبتورز. زي بالظبط الانسول ريزيستنس بالظبط، انسول موجود وعادي بس مش شغال. ليه؟ علشان مفيش ريسبتورز لهذا الانسولين. نفس الكلام بيحصل لما ادي الفينين كلوموفين سيتريت، مش في كل الفينينز، في نسبه قليله من الفينينز ممكن يحصل هذا الكلام، مش اليوجوال على فكره معايا، مش ده اليوجوال يعني، بس هو ممكن يحصل هذا الكلام مع كلوموفين سيتريت. حتى الفينين تقول لي دكتور انا باخد الدواء ده بلاقي الدم الدوره نازل لي اسود كده وقليل قوي، بس ايه اللي مش تحمل يا ماما؟ فين الكلوروفيل سبريت؟ ليه بقى؟ انا عندي اوفيليشن زي الفل، تمام عندي اوفيليشن زي الفل، عملت اندكشن حلو قوي، بس الميتراب وحش، عندي كلوتيال فيز ديفكت، مش هيحصل امبلانتيشن. وكان ده من اسباب الفيلير بتاع الكلوروفيل سبريت هو الكلوتيال فيز ديفكت. يبقى الكلوروفيل سيتريت انتي ايستروجين فبيخلي البروجسترون سته قليله، فالبروجسترون ما بيشتغلش على الاندوميتريوم ويبقى عندي ريزيستنت اندوميتريوم. يبقى خلي بالك يا شباب المرض ده عباره عن ايه؟ اللي هو لوتيال فيز ديفكت او اسمه كوربس لوتيال انسفشنسي، عباره عن جروب اوف سيمبتومز، جروب اوف ديزيزز، سبب ونقص البروجسترون سكريشن باي ذا كوربس لوتيال. عندي ابسوليوت وعندي ريلاتيف. ايه الابسوليوت؟ هو فعلا نقص زي مين؟ inadequate follicular maturation واعداء اداء المراه اللي هم التين، هايبو اور هايبر ثايرويديزم، هايبر اندروجينيزم، هايبر برولاكتينيا واندوميتريوزس، وفي ريلاتيف
اللي هو عباره عن ان اورجان ريزيستنت او ريزيستنت اندوتريوم معايا دكاتره اللي هو نتيجه كورونا في سيفريت. طب ايه دكاتره الجروب اوف سيمبتومز اللي عمالين نقول عليها؟ اول حاجه يا شباب تعالوا كده ايه؟ من اقوى للاضعف. اول حاجه يا شباب لو هذا الكوربس لوتيل المسافه بقى لغايه ثلاث شهور دي طويله قوي مش قادر يكمل معانا الثلاث شهور بتوع الحمل، يعني هو دكاتره خلى الاندوميتريوم ده حلو تمام وحصل امبلانتيشن لكن مش قادر يكمل معانا الثلاث شهور بتوع الحمل، هيحصل ايه في اول ثلاث شهور كل شويه؟ هيحصل ريكارن ميس كارجز. بس على فكره شرطها في اول 10 اسابيع المعتمده حصريا على الكوربس لوتيل بنسميها فيكسد باترن اوف ابورشن، عشان في حاجه اسمها اسندنج باترن وحاجه اسمها ديسندنج باترن، في حاجه اسمها فيكسد باترن. مين هتقدر تقول لي مثلا حاجه ديسندنج باترن اوف ابورشن زي ماتلس سيرفكس؟ حاجه تقول لي مثلا حاجه اسندنج هايبوبليزا اليوترس سيبتوم باي كورد ويه كل مدى بيكبر، لكن ده فيكس لازم في اول ثلاث شهور، لازم دايما في اول ثلاث شهور ليه؟ عشان ده الفتره المعتمده على الكوربس لوتيل، يبقى اول حاجه عندنا دكاتره فيه ابورشن. طيب لو لو الكوربس لوتيل ده دكاتره كان اضعف شويه بحيث انه بيخلي هذا الاندوميتريوم ده مش صالح للامبلانتيشن يبقى عندنا ان فيرتيليتي. برافو عليكم. طب لو لقيت دكاتره اللي الكوربس ده اضعف وضعف مش قادر حتى يكمل الشوطين بتوع الماتش بتاعنا اللي هو كل شهر معايا دكاتره الشوط الاول والشوط الثاني هم اسبوعين بتوع الكوربس لوتيل هم اسبوعين مش قادر حتى يكمل اسبوعين يجي على اليوم العاشر كده يبدا ايه؟ يضعف كده يبدا الدكاتره ينقط يحصل حاجه اسمها بري منسترال سبوتنج بري منسترال سبوتنج يعني ايه؟ بيبدا كده ينقط كده في اخر ال 10 ايام معايا اليوم العاشر كده ينقط كده شويه كده يبدا فلكتويشن اوف البروجسترون يبدا يقل البروجسترون يبدا يقع الاندوميتريوم يحصل بري منسترال سبوتنج. على فكره دكاتره بعض الفيميلز ممكن يقول لك محمد احنا ساعات بنحس كده ان بيبقى فيه افرازات لونها بني قبل ميعاد الدوره ثلاث اربع ايام اللي هو شبه قوي فعلا الكوربس لوتيل انسفشنسي. على فكره يا جماعه ده ممكن يحصل شهر ولا حاجه عادي جدا مش اي مشكله. المشكله لو كان بيرزستنت يعني لو هو مره وخلاص مش مهم يعني مثلا الدكتور كذا كل دول بيحصل بيتكرر الموضوع ده دكتور كل مثلا سنه مره مرتين تجي لي اسعاف الدوره شويه افرازات لونها بني نقط دم صغيره انا عندي كده لوتيل فيز ديفكت. الدوره دي عندك لوتيل فيز ديفكت بس انت مش محتاجه علاج خالص معايا؟ لان في حاجه اسمها سبورادك. يعني ايه سبورادك؟ مس بالشطار، واحد يا جماعه بيطلع الاول كل سنه في مره طلع تاني، مس مره كده وخلاص ايه المشكله؟ معايا؟ لكن لو كان بيرزستنت يا دكتور انا كل مره عندي القصه دي، لا دي لازم تتعالج. ففي حاجه اسمها سبورادك وحاجه اسمها بيرزستنت. يعني يا جماعه اي فيميل يبعت لها اي عرض من دول مره مفيش مشكله خالص، لكن المشكله لو كان بقى دكاتره ايه؟ مستمرة تبقى ثلاث دورات متبعة ورا بعض ثلاث دورات ورا بعض ومكمل لا يبقى هنا في مشكلة لازم هذه الفيميل تتعالج. طب ايه الانفستيجيشنز بقى يا دكاترة بتاعت اللوتيال فيز ديفكت؟ ايه الانفستيجيشنز؟ أول حاجة يا دكاترة أنا ممكن أقيس سيرم بروجسترون وده على فكرة ليه يوم يتقاس فيه. فاكرين يا جماعة؟ بيتقاس امتى السيروم بروجسترون بيوم يتقاس؟ عارفين يتقاس امتى؟ عشان البيك مع البيك بتاعه، امتى البيك بتاعه؟ ما عادش يقول يا جماعه اليوم 21 عشان ده الاستاذ الدكتور اشرف قرطان بيتعب جدا منها. هو الا لو قلت له بقى اليوم ال 21 لو الدوره 28 يوم يعني ليه 21 لو السايكل 28 دايز وما تقالي ازاي بقى؟ يتقال ميد لوتيل. الله برافو عليك حلوه دي قوي. ميد لوتيل يا شباب هنا ده البيك اوف بروجسترون ميد لوتيل. يعني ايه ميد لوتيل؟ مش ميد سايكل. الميد سايكل ده وقت الاوفيليشن ده اسمه ميد سايكل لكن الميد لوتيل يعني هو نص الاسبوعين بتوع اللوتيل فيز. يعني دكاتره زي كده اي لعيب كوره من 20 ل 30 ده البيك بتاعه
30 ل 40 اللي بيعتزل، واخدين بالكم؟ هو الديك هنا ده ميدوثير هنا يا شباب، ده الميدوثير ده البيك اوف بروجسترون. اول اسبوع الكوربه شغاله على الاخر، بعد كده الاسبوع التاني بقى بيبدا يوزعها فبيقل. فالميدوثير هو افضل وقت اقدر اقيس فيه البروجسترون عشان ده البيك اوف بروجسترون. طبعا لو حد قال لي بيتقاس ازاي يا دكتور؟ الميدوثير بيجيبه ازاي؟ بيجيبه ازاي يا شباب؟ لازم اعمل متابعه للفوليكلز، حاجه اسمها فوليكلومتري. لما الفوليكلز توصل الى 20 ملي لتر، لما الفوليكل توصل الى 20 ملي هي كده اكوميشن، خلاص دي هي جاست اكوميشن، ده توصل 20 ملي. بعدها ب 1 ويك خلاص اطلب لها البروجسترون ليفل. يبقى عشان اعرف الدكاتره هتطلب لها البروجسترون امتى، لازم اعمل حاجه اسمها فوليكلومتري، ده بالترانس فاجينال سونار، سونار داخلي وتابع الفوليكلز. توصل 20 مللي ساعتها دي بري اوفيلاتر، جاست بري اوفيلاتر، خلاص هي امبندنج اوفيليشن، على وش الاوفيليشن. بعدها ب 1 ويك اقول لها بص يا مدام النهارده وصل 20 مللي، النهارده يوم الاثنين، الاثنين الجاي ان شاء الله اعملي لي سيرم بروجسترون. في هنا سؤال مهم جدا بقى، الليفلز ايه يا دكتور؟ هو بعد كده هذه الارقام 3 و10 وفي الكتاب مكتوبه 12 نانو جرام بير ملي. اقل من 3 نانو جرام بير ملي ميد لوتيال قليل قوي يا جماعه، يعني واحد ولا اثنين؟ ده جايب الادرينال، ما بيجيب الادرينال البروجسترون. لو اقل من 3 ده انوفيليشن، لا لا مش اوفيليشن خالص. اكثر من 10 يبقى 10 10 ده جود كوربس لوتيوم فانكشن، زي الفل يا جماعه، هنا كوربس زي الحديد، اكتر من 10 يبقى 10 10. هما من 3 الى 10 نانو جرام برميل ده 10. يبقى هو ده اللوتيوم فيس ديفكت، هو ده لوتيوم فيس ديفكت. اكتر من 3 وده سؤال في الكاب ستادي جايد، اكتر من 3 معناه ان حصل اوفيليشن، 3 ل 10 اوفيليشن ضعيف، فعندي لوتيال فيس ديفكت، كوربس لوتيال ضعيف، اكثر من 10 فيري جود كوربس لوتيال. قال لي 3 ان اوفيوليشن، اكثر من 3 اوفيليشن، اكثر من 10 جود اوفيليشن، 3 ل 10 لوتيال فيس ديفكت. ممكن نعمل حاجه ثانيه برضه يا دكاتره، غير سيرم بروجسترون افكت بقى بتاع البروجسترون بقى. هتقيس الفيميل حرارتها طول الشهر، هتفاجئ كده ان هي ليها نظام معين كده، حراره منخفضه في اول اسبوعين، ترتفع ثاني اسبوعين، تنخفض مع طول الدوره وتقعد اسبوعين وهكذا، اسبوعين منخفض اسبوعين ترتفع. قد ايه ترتفع؟ قد ايه؟ من نص او 0.3 ل 0.5 ديجري سيلسيوس، يعني اذا كانت ترتفع نص درجه او تلت درجه، يعني انا كانت تقعد اسبوعين حراره منخفضه ثم اسبوعين حراره مرتفعه، ده اللي بنسميها باي باي فيزيك. برافو عليك. طب لو لقيناها مونو فيزيك معناها انوفيليشن، مونو فيزيك ده معناها انوفيليشن. طب لو احنا وجدنا يا دكاتره البيزل بادي تمبريتشر بتزيد، بس بيحصل سب نورمال رايز فور شورتر بيريد، يعني انا كاتب ايه؟ يعني هو بيرتفع بدل 0.5 0.1 تقعد اسبوعين تقعد 10 ايام. السب نورمال رايز فور شورتر بيريد معناها ايه؟ يعني ارتفع كده يا شباب، ارتفع كده وتنزل كده على طول اهي. هنا انا كاتب السب نورمال رايز فور شورتر بيريد، ده معناه ايه شورتر بيريد؟ معناه ايه يا دكاتره؟ معناها لوتيال فيس ديفكت، سب نورمال رايز فور شورتر بيريد. الحاجه الثالثه يا شباب في نشوف افكت برضه تاني ودي ما بتعملش خالص، اسمها بري مانسترول يعني قبل الدوره اندوميتريال بايوبسي. طبعا بيقول لي دكتور يعني انا اخش اخد بايوبسي من الاندوميتريال وفرضا هذه الفيميل كانت حامل هنسقطها بقى؟ الحقيقه يا جماعه طبعا التحليل دوت طبعا كلام فارغ، بس بيتعمل مع اول نقطه دم بتنزل عند العيان، يعني اول علامه الدوره واخدين بالكم؟ بس ده ليه ده ما بيعملش خالص؟ ده كلام قديم جدا، ولا عمري عملت ولا عمري حد بيعمله ولا عمر حد هيعمله. طب ليه ما انا عندي
حاجات تانية ممكن يقيس البروجسترون ليفل وخلاص. كانت شديدة أنا جيت لما ريحت شوية جوه شوية أنا ما أعرفش أنام في وسط النار الصبح ريح كده بس أنا كان دكتور أسامة بيقول بدل يا ابني عشان نروح ناكل الطبيخ وننام من غير طبيخ والله بدل يا ابني في الدورة في تشينج معين في الاندوميتريوم.
فهو بقى ناخد العينه كده واخدين بالكم ونقارنها بمين؟ بالتشينجز تشينجز المفروض تحصل في هذا اليوم. بمعنى انا مثلا كنت هنزل جدول مذاكره ان شاء الله في اوعى الاسبوع الجاي، هنزل جدول كل يوم هتذاكر فيه موضوع معين، واخدين بالكم؟ فرضا في واحد ماشي زي الجدول بالظبط ده زي الفل 100 100، واحد سابق الجدول 10 10 ده 100 100 ده بقى ده خطير ده. واحد تاني يقول لي دكتور على فكره انا متاخر عليا دكتور الجدول، الجدول 7 ايام، انا دكتور دلوقتي عدى 5 ايام وانا لسه في تاني يوم. بص لسه في تاني يوم والجدول عدى 5 ايام، يبقى عنده ايه يا شباب؟ ديفكت طبعا، يبقى عنده ديفكت. هو ده يا دكاتره منظر الاندوميتريوم في الاوتيال فيز ديفكت، ان في فعلا والله في جدول، فعلا في جدول معمول عند حاز كل يوم في تشينج معين، واخدين بالكم؟ بلاقي ان في لاك تاخير، تاخير اكتر من يومين، يعني هو المفروض يبقى في تشينج معين ده، تشينج ده مثلا هو اليوم مثلا ال 25 الدوره. فحجازي يقول لي يا دكتور سكر على فكره الميتر ده ولا بحصل يوم ال 20، ده انا هاخد يوم 25، يبقى كده في لاج اكتر من 5 ايام، لا طالما لاج اكتر من يومين يبقى هنا في ديفكت، يبقى كوربس لوتيوم ضعيف مش بيطلع بروجسترون كفايه ان هو يعمل تشينج في هذا الاندوميتريوم زي النورمال. يبقى لاج اكتر من يومين معناه تاخير، اكتر من يومين معناه ده كده ايه؟ لوتيوم فيز ديفكت. المفروض يحصل في الاندوميتريوم كل يوم تشينج، لو ما حصلش هذا التشينج يبقى البروجسترون ضعيف. صح؟ يبقى اسمها لوتيوم فيز ديفكت. اللاج اكتر من يومين هنا في مشكله. يعني المفروض اخدت العينه تكون 25. بتاع الهيستولوجي يقول لي دكتور دي مش محصله هذا الميكريم اليوم ال 20 ماشي معاهم 19. لا يبقى انا واخد 25 ده 19 ست ايام فرق تاخير، يبقى ده اللي اسمه اللاج. انتوا واخدين بالكم؟ وده معناه كوربس لوتيوم انسفشنسي. طبعا اهم حاجه اوعى تنسى اختبارات الغوص، بمعنى ايه؟ ان ممكن اعمل تي اس اتش، اعمل ثيروكسين، اعمل اندروجين، اعمل برولاكتين، انفستيجيشن اوف اندوميتريوز. الحاجه اللي سبيسيفيك فور لوتيل فيز ديفكت سيروم بروجسترون بيزل بادي تمبريتشر وبري منسترال اندوميتريال بايوبسي. عايزين نعالج بقى يا شباب. بصوا معانا العلاج ازاي يا شباب؟ ممكن نبدا بالعلاج من الاول خالص. ابدا اكون فوليكل كويسه بحيث اطلع ايستروجين كتير، تطلع ال اتش حلو. يعمل لوتينايزيشن كويس ويكون كوربس قوي، يعني قوي الاساس. ادي اندكشن اوف اوفيليشن زي ايه؟ كولومفين سيتريت. ولو عمل حركه دي تاني حد اف اس اتش بقى. واخدين بالكم؟ اعمل اندكشن بالاف اس اتش. لكن انا ما يمنعش ابدا ادي هذه في مين؟ كولومفين سيتريت او اف اس اتش. طيب دكتور ما ادينا بقى كده دكتور بقى كده. كولومفين سيتريت لو عمل هنا اللوتيل فيز ديفكت عمل ريزيستنت اندوميتريوم معايا؟ لو عمل ريزيستنت اندوميتريوم معايا شرط هدي اف اس اتش مكانه. طيب ممكن انا كده واحد يقول لي بص انا مش هبدا من اول السايكل، انا عايز يعني ايه؟ اختصر شويه. ممكن نختصر ازاي؟ هنا انا كده لو فاكر ناقص مين؟ ال اتش ناقص. طب ما تيجي نكمله، ما تيجي نعليه. ازاي ادي ايه بقى؟ ادي اتش سي جي اللي هو شبيه ال اتش، ادي 5000 ل 10000 وحده. فانا ممكن اقوي كوربس تاني ازاي؟ مش لازم ابدا السايكل من الاول خالص. ممكن ادي هنا كده جرعه كبيره من الاتش سي جي اللي هو شبيه ال اتش، فيعمل لوتينايزيشن حلو قوي ويكون كوربس لوتيوم قوي. معايا؟ واحد تاني قال لي طب ما ممكن اعمل حاجه قروش، ايه حاجه قروش؟ طب ما تدي بروجسترون خلاص، ما ايه المشكله؟ لمده اسبوعين ولو حملت ثلاث شهور كمان. يا ممكن يكمل ببرو جيستو زي كده. طيب يقول دكتور محمد انا ابدا معاك من اول السنه، تمام ده اللي هو بتاع الاندكشن اوف اوبيليشن. وقت يا دكتور هجيلك مراجعات، ده اللي هو مع مين؟ مع الاتش سي جي. واحده دماغ قوي بس ما تخش من اي حد احسن، يعني تخش انت حته كده. ده الدكاتره بتاع مين؟ بتاع البرو جيسترول. ما نيجي بقى بروجسترول ونكمل النقص بتاع ايه؟ بتاع الكوربس لوتين. يبقى انا الدكاتره عندي الحلول بتاعتي ممكن اعمل اندكشن او ادي اتش سي جي او ادي بروجسترون سبلمنت مكمل للبروجسترون ناقص واثناء الحمل نكمل ثلاث شهور. وطبعا ما تنساش تعالج اعداء المراه الهايبرثيروديزم ايون ثيروكسين، عالج الهايبر اندروجينيزم، عالج الهايبر برولاكتينيا
نعالج الاندوميتريوزس. حد عنده اي سؤال؟ نعم. يعني هو كان سبب الاسباب. احنا قلنا كلوزيت ده المفروض يعمل اندكشن بيقوي الفوليكلز فيطلع ايسيوم كتير ويطلع ال اتش يعمل اندوميتريوزيشن كويس. بس في احوال مش كتيره ممكن يشتغل بقى بريفرال على مين؟ على اليوترس. ويقفل الايسيوم ريسبتور في اليوترس ويقلل البروجسترون ريسبتور في اليوترس. ما هو مش لازم كل عينيهم كده. مش لازم كل عينيهم. ده السيستم اليوتر ده واحد من ضمن سبع ثمان اسباب بتاعت تيرف الدفاع. جميع الاسباب الثانيه كلوروفيل سبريك. لكن هو بيعمل كده بلاش كلوروفيل سبريك تيرف الدفاع. لا يعني التريتر اللي جابها ممكن ادي هنا انتراكشن فورميليشن او ادي اتش سي جي او ادي بروجسترون. انا بس اللي عندي نص مره اندر
continuous suppression في الفينيل هو البرولاكتين بين دوبامين. لكن في هرمونز تانية بالمرة كده بينشطوا هرمونز تانية زي مين؟ طبعا اللي يزودوا الدكاترة اوعى تنسى مين؟ استروجين والتي ار اتش يعني الثايروكروبين ريليزنج هرمون كده في الهايبوثايروديزم بيزيد. ليه في الهايبوثايروديزم بيزيد ليه؟ عشان ما عنديش ثيروس فالتي ار اتش بيزيد. لما تيجي تي ار اتش يزود البرولاكتين عشان كده تلاقي في الهايبوثايروديزم ساعات بنلاقي جلاكتوريه. ليه في جلاكتوريه ليه؟ علشان تي ار اتش دوت بينشط ريليز اوف برولاكتين. البرولاكتين ده دكاتره اللي هو في باوند سي امينو اسيد اللي بيطلع من انتيريور لوب اوف ذا بيتوتري جلاند اللي انهبيتد باي دوبامين وستيميليت باي استروجين اند تي ار اتش. ليه اشكال بقى في الجسم؟ بص يا جماعه اشكاله كده. ادي اول شكل كده وممسوك كده بدايسفايد بوند بالمنظر ده كده. عامل الاخطبوط كده. ده اول نوع اسمه ليتل برولاكتين. ده اسمه ليتل برولاكتين. في شكل تاني للبرولاكتين عامل كده. اتنين ليتل. ده بنسميه ايه؟ في شكل تالت للبرولاكتين اتنين من دولت. يعني 4 لتر اسمه بيج برولاكت اسمه كده اسمه بيج برولاكت. اخر نوع عندنا دكاتره هو الليتر ده بس عليه كده تيل دي كده من الكربوهيدرات فاسمه جلايكوزايليتد برولاكت. ليه دكتور بنقول الكلام دوت يعني ليه الليتر والبيج والبيج بيج وجلايكوزايليتد برولاكت؟ عشان ادرك ان الوحيد منهم الاكتف هو الليتل برولاكتين. الباقي كله يا جماعه ان اكتف يعني ممكن في مين عندها برولاكتين عالي في المعمل ولكن ملوش اي اثر. ليه؟ البرولاكتين مش هيدي اي اثر لو الليتل ما عادش. يعني ممكن لو فينا عندها البيج كبير البيج بيج الجلايكوزايليت ده اللي عالي لا خلاص مش هتحس باي حاجه ولا عندها جلايكوريه ولا اميدوريه ولا اي حاجه. اللي هو اللي زاد لو زاد هيبقى مشكله هو الليتل برولاكتين. عشان انا بقول لك بعد كده مش كل حالات الهايبر برولاكتينيا عندي امينوريه جلاكتوريه واعراض. ليه مش كل حالات ايه؟ لازم يعلى مين؟ الليتل برولاكتين. طيب ايه اسباب الهايبر برولاكتينيا؟ اثنين ليتل والليتل 4 ليتل. نيجي كده بقى على الكوزز اوف هايبر برولاكتينيا وده على فكره سؤال نظري صغير. الكوزز اوف هايبر برولاكتينيا اوعى تنسى ان الحته دي مهمه جدا جدا في البرولاكتين بالذات ان يا دكاتره في فيسيولوجيكال كوزز فيسيولوجيكال كوزز للهايبر برولاكتينيا مش كلها باثولوجيكال. يعني عندي دكاتره الكوزز اوف هايبر برولاكتينيا عندي فيسيولوجيكال وعندي باثولوجيكال. الغريبه يا دكاتره اللي بيعلي برولاكتين نسبه عاليه جدا 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 حتى اعلى من ادينوماس هو البريجننسي. البريجننسي ليفل هنا فيري فيري هاي حتى بيعليه اكتر من ادينوماس فيري هاي. البريجننسي عشان كده في اي حاله هايبر برولاكتينيميا بتاكد ان الفينيل مش حامل. ده يا جماعه خلي بالكم من اهم الاسباب واللي بيعلي البرولاكتين في السماء. اعلى ليفل برولاكتين بيبقى في ديورنج البريجننسي ولا كيفن اعلى من موست اوف ادينوماس. ادينوماس ما طلعش البرولاكتين ليفل عالي هو الليفل بتاع البرولاكتين من 2.9 نانو جرام بير مل الى 29 نانو جرام بير مل. البريجننس طلع لك 400 نانو جرام بير مل. الفيسيولوجيكال اي حاجه بحرف الاس تعرفوها شغال. بمعنى ايه؟ ساكن الرضاعة سليب النوم ستريس بالضغط النفسي سيكشوال انتركورس ضغط نفسي السيرجي برضه ضغط برضه ديكريز الشوجر هايبوجلايسيميا برضه يا جماعه هايبوجلايسيميا فيها ستريس برضه السكند هاف اوف ذا سايكل عشان انا الاستروجين بيبقى عالي increase estrogen. كل دي اسباب فيسيولوجيكال بتعمل هايبر برولاكتينيا.
البريجنانسي واي حاجه بحرف الاس تعرفوها شغال. ساكلينج، سليم، ستريس، سكس، سيرجري، وتكريس شوجر هايبوغليسيميا، والسكند هاف اوف ذا سايكل. دي يا جماعه فيسيولوجيكال كوزز لازم نستبعدها في اي سبب من الهايبر برولاكتينيميا. لو الاس ده برولاكتين لقيناه عالي لازم اشوف اول حاجه الفيسيولوجيكال كوزز اوف هايبر برولاكتينيميا. طب ايه الباثولوجيكال؟ اول حاجه دكاتره الاكسس بقى. بص يا دكاتره، اي ديستراكشن للهايبوثالامس، يعني كتينه في الهايبوثالامس، كونجنتال تروما، انفلاميشن، نيوبلاستيك، اي حاجه ديستروينج الهايبوثالامس. ليه يا دكتور؟ لان يا جماعه الهايبوثالامس دي خلي بالكم بتطلع دوبامين. الهايبوثالامس بتطلع دوبامين اللي هو انهبيتوري للبرولاكتين. لو حصل ديستراكشن البرولاكتين هيعلى. اي ديستراكشن هايبوثالامس ما عنديش دوبامين البرولاكتين هيعلى. فاهمين؟ الحاجه الثانيه بقى في البيتوتري جلاند. طبعا الادينوماس مهم قوي. وبرضه دكاتره خدنا كده في موضوع خدناه في الامينوريا. هذا الموضوع كان بيزود البرولاكتين، كان اسمه امتي سيلا سندروم. لو انتوا فاكرين بقى افكركم بيها. بس كان في تو فيزز من الامتسل سندروم، كان لها ثلاث ستيجز لو انتوا فاكرين. كان في تو ستيجز بيزودوا البرولاكتين. اول حاجه دكاتره اهو، ادي كده هنا السيلا تيرسكا، وهنا في بيتوتري جلاند بالمنظر ده، وهنا في كده دكاتره الدافراجما سيلا. دافراجما سيلا بيحصل هرنيشن للمنجيز جوه السيلا تيرسكا بالمنظر ده. لما يحصل هرنيشن اول حاجه يحصل بريشر على الستوك، تقفل الستوك دوت، فيقل الدليفري اوف دوبامين للبيتوتري جلاند. مفيش دليفري اوف دوبامين، مين يزيد؟ البرولاكتين يزيد. ليه؟ عشان بريشر اون ذا ستوك. مفيش دكاتره دوبامين هيجي من الهايبوثالامس، تاني البرولاكتين شغال لوحده ان انهبيتد، فيزيد البرولاكتين. ليت ان المنجيز تكبر قوي بالمنظر ده كده. لما تكبر هذه المنجيز تقوم معصره الجلاند زي الليمونه، تعصرها زي الليمونه فتطلع برولاكتين. يعني يا دكاتره انكريز برضه هنا برولاكتين عشان بريشر اون ذا جلاند. يعني الامتي سيلا سندروم ليها تو ستيجز بيزودوا البرولاكتين، ايرلي وليت. ايرلي بريشر اون ذا ستوك اللي هو الرابط بين الهايبوثالامس وبين البيتوتري جلاند، اللي بيتم عن طريق انتقال الدوبامين من الهايبوثالامس للبيتوتري جلاند تو انهبيت برولاكتين. لما اقفل الستوك امنع الدليفري اوف دوبامين للانتير لوب اوف بيتوتري جلاند، وبالتالي البرولاكتين هيزيد. الحاجه الثانيه بقى هعصر الجلاند زي الليمونه، بطلع بقى كل الكونتنت اوف برولاكتين. ده ليه؟ بريشر اون ذا جلاند، فيزود برضه البرولاكتين ويعمل هايبر برولاكتينيزم. الاوفر يا شباب بولي سيستيك اوفاريان سندروم. ليه يا دكاتره البولي سيستيك اوفاريان سندروم بيزود البرولاكتين؟ انكريز استروجين، عشان الاستروجين عالي في البي سي او، فده بيزود البرولاكتين. هنزود بس يا دكاتره كلمه كده اسمها ترند. ترند معايا يا شباب؟ ترند بقى هنزودها بالمره. ايه ترند بقى؟ عباره عن ايه؟ التي هايبو ثايرويديزم. ليه يا دكاتره الهايبو ثايرويديزم بيزود البرولاكتين ويزود الاستروجين ويزود الاندروجين ويزود جميع الهرمونز كلها؟ عشان تقدر تشوف بس كمان ديكريز ديستراكشن، ما بتكسرش بيتجمع. فهو صار صح تي ار اتش برضه مظبوط. يعني هنا في الهايبوثايرويديزم سببين، انكريز تي ار اتش، ثاني حاجه ديكريز الديستراكشن اوف هرمونز، مفيش ميتابوليزم. الرينال اند ليفر سيل فيلير ديكريز كليرنس. الاي اكتوبيك هرمون برودكشن. حد سمع عن حاجه اسمها بارا؟ مالجنانت سندروم. بارا نيوبلاستيك سندروم زي تيومر، زي اوت سيل كارسينوم، زي برونكوجينيك كارسينوم، زي هايبر نيفروما. عارفين يا جماعه الحاجات دي ولا مش عارفينها؟ بتطلع هرمونز، ممكن كمان برولاكتين يطلع كمان معاهم. فالاي دي اكتوبيك هرمون برودكشن، مش قصدي بيها اكتوبيك بريجنانسي، لا مش اكتوبيك بريجنانسي، اكتوبيك هرمون برودكشن زي بارا مالجنانت سندروم، بارا نيوبلاستيك سندروم. الام
نيوروجينيك زي اي سكار على الميموري. واحده يا جماعه كده مثلا اتحرقت فبقى في سكار على الميموري هيعمل ستيميليشن باستمرار وكانها بتردع باستمرار. طب طبعا النيبل ستيميليشن دوت بيعمل نيورو اندوكراينال ريفلكس تو هرمونز. لما الفيميل لما البيبي يرضع البيبي بيحصل لها تو ريفلكسز فيها ده كان بيطلع ريفلكس للبستير لوب وبتقدر الجلد يطلع اوكسيتوسين ويطلع كمان ليب تاني للانتير لوب ويطلع برولاكسين يزود اللبن. مش كده ولا لما الفيميل رضعت بانتظام اللبن يزيد واخدين بالكم. فهنا لو في سكار على النيبل معناه ان الفيميل زي ما تقول بترضع بانتظام وتبقى عندها برولاكتين عالي. الدي دراجز اي حاجه يا جماعه انتي بتشتغل سنترال تعرفوها هتقلل الدوبامين زي ميكا دكتور انتي سايكوتكس انتي ديبريسنس انتي هايبر تنسنس انتي ايميتكس اي حاجه يا جماعه انتي تعرفوها شغال على البرين بتقلل الدوبامين. عارفين كده مثلا في دواء كده اسمه برين بريم اللي هو ميتوبروبرامايد ده دكاتره الدوبامين انتاجونست فيزود الايه برولاكتين. البرين براند عشان كده بديل على فكره للعيانين البرين براند ده دواء حلو قوي لطيف قوي دواء تجيب في البيت تقول له ما عنديش شغل اول ثلاث ايام ببقى قلقانين شويه اول ثلاث ايام بيشتغل اصلا بيبي يرجع في اليوم 20 مللي دكتور يا ماما اسبوعي اليوم الرابع ده هشوف فيه يوم صعب جدا. ليه بقى؟ اليوم الثالث ده اليوم الثالث والرابع ده الدكاتره بيحصل فيه مشكلتين اول مشكله بس السويتش من الكوليسترول بي استابلشد ميلك دي اول مشكله فلما خدت صدرها الدم اتملى كما سلف. المشكله الثانيه بيبي بيحصل له بدايه الجونتس ما بيرجعش ده لان الجونتس ده تعليم فيسيولوجيكال 3 7 او نص اسبوع اسبوع اسبوعين فبدايه الثالث او اليوم الثالث ده بيبي لسه جاي له جونتس ما بيرجعش كويس هو ما بيرجعش كويس وملبن كتير قوي صار له انجورجمنت وش انجورجمنت وش واخدين بالكم اول ثلاث ايام بقى في زمن كتير قوي ماشي انت هتحس يا دكتور انا نفسي برضه غم عليا برضه ما برضه تعبانه من الولاده وكده خلاص خدي برين براند برين براند ده لطيف قوي يزودها برولاكتين ويمنع الكرياتين فده هو ده لطيف ودوجماتين برضه في دواء دوجماتين برضه نفس القصه. فهنا يا شباب هنا الدي دراجز اي حاجه انتي ايميتكس انتي هايبر تنسن انتي ديبريسن انتي سايكوتكس اي حاجه انتي السي او سي برضه بيزود البرولاكتين السي او سي كومبايند اورال كونتراسبتس ليه يا جماعه السي او سي ده البرولاكتين عشان انكريز استروجين برافو عليك فهمت يا جماعه الجزء الغالب الدنيا نو انهبيتورز انتي سايكوتكس انتي ديبريسن تمام. نيجي بعد كده كده بقى على السيمبتومز ايه السيمبتومز اوف هايبر برولاكتينيميا طبعا كلكم فاكرين الدكاتره امين وريه جالاكتوريه صح ولا مش صح؟ امينوريا جالاكتوريا امينوريا جالاكتوريا انت مشهور يا جماعه الكلام ده. طب امينوريا ليه يا دكتور بقى؟ اصل بص يا جماعه البرولاكتين دوت ليه ربنا خلقه هذا البرولاكتين انهبيتد باستمرار؟ يعني مفيش اي هرمون تاني كده ده طلع له على طول دوبامين البرولاكت ما بيزيدش الا مع الرضاعه بس انما باستمرار انهبيتد. ليه بقى؟ اصل هو لو زاد مشكله في الخلية. ليه؟ الرخم ده يا دكاتره البرولاكتين ده انهبت الجي نولج الرخم ده دكاتره انهبت الاف اس اتش والال اتش انهبت الايستروجين اند بروجسترون وكمان بيزود ادرينال اندروجين يعني البرولاكتين ده بيخلي في مين تخش في امينوريا ليه؟ انهبت الجي نولج بيعاكس الجي نولج بينهبت الاف اس اتش والال اتش انهبت الايستروجين اند بروجسترون وكمان بيزود ادرينال اندروجين يخلي الفيميل تخش وش في ايه؟ في ادينوريا عشان كده بقول لك هو ليس لازم يبقى انهبيتد طول حياه الفيميل الا ايام الرضاعه فقط لا غير. تاني حاجه شاب بيعمل جالاكتوريا عايز حد يقول لي ما هو الديفينيشن اوف جالاكتوريا عشان هتسافر في الامتحان نسا وجراحه ما بتعرفوش ايه الديفينيشن اوف جالاكتوريا ايه الجالاكتوريا يا شباب؟ هتقولي له كده في الامتحان بقى وبعد كده تطلع نازل لو معايا لغايه التمام ما ينفعش احنا قاعدين يا جماعه عايزين كلام علم بقى يا شباب ماشي هتقول ايه في الامتحان اقول لك وانا ديفاين جالاكتوريا
بص يا جماعه هقول لكم هما كلمتين في جون، وده اللي هي ايه الديفينيشن ده اللي مكتوب في كتاب ستادي جايد، بس جميله قوي قوي قوي، ديفينيشن جميله احب قوي ما قال ده. يقول لك بقى ايه جلاكتوريا، حتى اكتبوها يا جماعه دي حلوه قوي. هما كلمتين نون جيستيشنال لاكتيشن، نون جيستيشنال لاكتيشن يعني لاكتيشن من غير حمل، نون جيستيشنال لاكتيشن احلى ديفينيشن وما قل ودل للجلاكتوريا، نون جيستيشنال لاكتيشن رضاعه بدون حمل. وهنا في سؤال جراحه ونساء، تعرفوا ازاي دكاتره اللي نازل من البريست ده لبن ولا مش لبن؟ اكيد اللي هو جراح لكم على الواد اللي هو كان بيغش. ايوه الله ينور عليك، اللي هو تيست ايه في القطه، عارفين القطه دي مش عارف هنا تمام، كان في واد كده ايه واد كده عيني مش عارف اي حاجه كده تمام، فقاعد اللي هحكي لكم عليه اكيد، فقاعد كده عيني على الباب كده هو وعمال ايه يد ويد كده، الكاتب بيكرروا الناس كده طبعا. اه طبعا. فالمهم ايه عمال يسمع كده ايه قطه قطه قطه، فمش ايه القطه دي، وبعدين مش عارف ايه حد يساله ايه القطه دي ايه، كل شويه حد يقول قطه قطه ايه الموضوع. المهم دخل ايه للدكتور المتحف بقى قال له يا ابني تفرق ازاي ان الست نازل من الست البنت دي او الست دي نازل منها لبن ولازم منها بص، فرق ازاي؟ فالواد قال لك بس القطه طبعا، قال له ده اجيب قطه لو شربته يبقى لبن لو ثبت عليه يبقى بص. اه والله العظيم حصل الكلام ده في حته كده يا شباب، هو على ذلك تيست القطه، هو تيست القطنه، القطنه يا شباب القطنه هتمتص اللبن مش الضمايه، اي حاجه تانية ما تمتصوش خلي بالكم. وعلى فكره الكلام ده برضه غلط، بس كانت الجراحه على فكره يا جماعه اللبن نعرف منه لبن ازاي، مش لا قطه ولا قطنه ولا الكلام البارد دوت، امال ايه بقى؟ بمايكروسكوبيك اكزامينيشن هتلاقي في اللبن فات سيلز مش موجود في اي ديستشارج تاني، فات سيلز اكزامينيشن اوف ميلك هتلاقي فات سيلز. الجراحه بقول له القطنه دي ماشي بيحب القطنه دي بيحب هم قصه القطنه بوديه برده، لكن الناس عندنا لا مايكروسكوبيك اكزامينيشن اوف ميلك، الميلك الوحيد اللي فيه فات سيلز الوحيد. دكتور مش فاهمه ايه فكره القطنه؟ القطنه بتمتص اللبن مش لبن طبعا، لكن لو قص مش بتمتص القطنه مش بتمتص اي حاجه؟ لا مش بتمتص اي حاجه. اه مش اي حاجه، مش بتمتص اي حاجه. لو قص مش بتمتص، مش بتمتص ايه؟ كلام ايه ده بتمتص ازاي؟ بارتكلز. طب دي هتبقى بعد كده على امينوريا جالاكتوريا. مش مشكله بس مش لازم مشكله. بص يا دكتور هل جميع حالات الهايبر برولاكتينيميا معاها جلاكتوريا؟ لا ثلث الحالات بس. ليه يا جماعه ثلث حالات الهايبر برولاكتينيميا معاها جلاكتوريا فقط لا غير؟ علشان مش كل حالات الهايبر برولاكتينيميا الليتل هو اللي زايد، لو البيج اللي زايد البيج بيج او جلايكو زايليتد ده مش هيعمل جلاكتوريا، الجلاكتوريا لازم مين الليتل بس هو اللي زايد. اوكي برضه يا دكاتره لما يزيد البرولاكتين ولما يقل الاستروجين الفيميل هتشتكي من فريجيتي. يعني ايه فريجيتي؟ يعني ايه؟ يعني البرود الجنسي فريجيتي، لان هو اللي عندها الاستروجين قل البراك ده يخليها بارده شويه. ما دي بقى عشان كده حتى في ميت تقول يا دكتور بطل الرضاعه ما بقاش اي نفس خالص وعنده مشكله كبيره، هو ده طبيعي كده. هو البراك بيعمل كده بيعمل لها ده عشان هو بيقل الاستروجين، واخدين بالكم؟ فبيعمل فريجيتي برود عاطفي. مين فاهم القصه دي يا شباب؟ بص يا جماعه مين فاهم القصه قديمه قوي؟ دي هنا الماي كده تمام؟ اوبتيك يازما، وهنا في نيزل فايبرز بتعدي والنيزل فايبرز بتعدي، وهنا التمبرال مالها بتعدي؟ لا ما بتعديش، التمبرال ما بيعديش، التمبرال فايبر ما بتعديش. لو في دكاتره بيكتر التيومر تمام؟ بيكسر مين؟
خلايا او الفايبر بتاعت مين؟ فايبر بتاعت الكازم. لو في بيوتال تيومر بيكسر الفايبر بتاعت مين؟ الكازم. تمام. مين بيكسر بقى مين؟ النيزل فايبرز اللي هي تاخد اني بارت من الفيلد. النيزل دي تاخد مين؟ التمبرال. يبقى ده هنا ان المنطقه دي عاميه، هذه المنطقه عاميه. وهنا ده دي باظت، فهذه المنطقه عاميه. هتلاقي في ليل بتبص كده وكانها بتبص من تلسكوب اسمها تيوبولار فيلد، بتبص كده كانها تيوبولار فيلد او بنسميها باي تمبورال هيلي انوبيا. يبقى فهمنا عندها دكاتره هنا مشكله في الفيجن، خلي بالك معايا. باي تمبورال هيلي انوبيا، باي تمبورال هيلي انوبيا او تيوبولار فيجن او تيوبولار فيلد، لان هنا الكياسما بتبوظ بالبيتوتري تيومر بيبوظ النيزل فايبرز، لكن تمبرال لا. فلما بوظ النيزل فايبرز يبقى التمبرال فيلد باظ. وبالتالي بيبقى عندنا باي تمبرال هيمي انوبيا او تيوبولار فيشن. كمان بقى عندها ممكن صداع برضه. معايا لو عندها صداع برضه، لو هي لو هي عندها تيومر ادينوما يعمل لها هيديك وبليرنج وفيشن وكلام ده. اوكي؟ خش بقى كده على انفستيجيشنز. هل في اي سؤال؟ اي مشكله؟ نخش بقى على انفستيجيشنز اوف فايبر برولاكتينيميا. لا لا سيب الكلام ده كله، مش عايزين. اتلغى الكلام ده كله. بس انا ما احتارش عشان برضه حد يحب يقراه، بس اتلغى الكلام ده. السندروم دي كلها اتلغت. وشلتها انا ده باسم السنه دي. شيل خلاص شلتها. بص يا دكاتره بقى، هنيجي يا دكاتره على انفستيجيشنز اوف فايبر برولاكتينيميا. اول حاجه يا شباب في الانفستيجيشن قبل ما تعمل انفستيجيشن اوف هايبر برولاكتينيميا نستبعد مين؟ الفيسيولوجيكال كوزز. اول حاجه استبعد الفيسيولوجيكال كوز الاول. طيب لو ما عندناش بقى مش بريجمنت ولا بترضع ولا في ستريس ولا سيرجري ولا هايبوجليسيميا ولا اي حاجه، نقدر نعمل انفستيجيشن اوف هايبر برولاكتينيميا. اول حاجه الكاتره نقيس الليفل اوف برولاكتين. اول حاجه نشوف الليفل اوف برولاكتين. كل الحاجات البيناين بتعمل برولاكتين لغايه 50 نانو جرام بير مل. لو حد فاكر يا شباب مثلا كان في البي سي يو كان مكتوب 30، اي حاجه ما عدا بس البريجنسي واللاكتيشن والادينومس معاها دولت، اي حاجه خلي البرولاكتين اقل من 50 نانو جرام بير مل. طب لو 50 لغايه 100 انا هبدا اشك ان يكون عندها ادينوما. طب 100 ل 300 هشك قوي، اسمها هايلي سسبيشس، هايلي سجستيف. طب لو فوق 300 دايجنوستيك اوف ادينوما. يبقى البرولاكتين ليفل مهم جدا. كل الاسباب كلها البناين لغايه 50، 50 ل 100 سسبيشس، 100 ل 300 هايلي سسبيشس، فوق 300 almost diagnostic of adenoma. طب سؤال يا شباب، الانفستيجيشن عشان اعرف الكوز بقى، يلا بقى تعالى شوف الكوز. ممكن اعمل سي تي وام ار اي علشان سي تي وام ار اي عشان لو كان في مشكله في الهايبوثالموس او في الكوتريك ده. ممكن اعمل انفستيجيشن اوف بولي سيست وفيريان سندروم. اعمل دكاتره تي اس اتش. اعمل رينال فانكشن اند ليفر فانكشن. الكوزز الانفستيجيشن اوف ذا كوز. طب يا دكاتره انفستيجيشن اوف كومبليكيشن، مين بقى ايه كومبليكيشن ممكن اعملها انفستيجيشن زي ايه؟ زي الفيلد اوف فيجن الباي تمبرال هيمي انوبيا. اوكي؟ يلا يا جماعه نعالج بقى، نعالج الهايبر برولاكتينيميا. ايه التريتمنت؟ اول حاجه يا دكاتره برضه نستبعد الايه؟ فيسيولوجيكال. ولو في كوز تريت. بي سي يو عالج، هايبوثايرويديزم عالم، رينال، ليفر، سيل فيلير، اكتوبيك هرمون، سكار، دراجز، وقف الدراجز، مش عايز انا. لو في كوز نعالج الكوز. طب لو ايديوباثيك، مشكله بقى. مش عارفين السبب ايه يا دكاتره. ايديوباثيك. لو ايديوباثيك يا دكاتره هضطر ادي دوبامين اجونيسيس وخلاص. يعني الموضوع يعني خفيف قوي، مش تيومر ولا حاجه الحمد لله رب العالمين. فهدي دوبامين اجونيست زي مين كده يا شباب؟ في دواء مشهور جدا 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 اسمه، هو كان علاج اساسا للبار كينسونيزم، اسمه بار
لودين. ايه البرادين ده؟ مين؟ البرومو كريبتين. البرومو كريبتين الدواء ده دفعت القرص بتاعه 2.5 ملي جرام. البارودين عارفين يا جماعه برطمان صغير كده عيب لونها كده ايه سنابي كده. البارودين او البرومو كريبتين في مشكله. ايه المشكله؟ الفينين بتاخده لو قامت وقفت كده يغمى عليه يعملها بوستشرال هايبوتنشن. عشان كده خلي بالك ليها كذا طريقه عشان انا اتغلب على مشكله كبيره قوي. مشكله كبيره قوي عند الفينين دي يا جماعه. وده رخم جدا البرومو كريب رخم بجد. هو في حاجتين رخمين قوي فيه. اول حاجه هو بوستشرال هايبوتنشن. اتغلب عليها ازاي بقى؟ اتغلب عليها دكاتره ان انا بدي الدواء ده in very very gradual method. يعني ازاي؟ اقول لها يا ماما خدي نص قرص. قرص 2.5 ملي جرام. 2.5 خدي نص قرص 3 ايام قبل النوم عشان تاخديه وتنامي. اصحي من تاثيره راح فيبقى جسمك اتعود عليه. بعد كده 3 ايام تانيين نص قرص قبل النوم ونص قرص كده مثلا ايه كده قبل الغداء. يبقى 3 ايام وثلاث ايام الاول نص قرص واحد بس قبل النوم. 3 ايام بعدهم نص قرص قبل الغداء ونص قرص ايه؟ قبل العشاء. بعد كده 3 ايام قرص قبل النوم ونص قرص قبل الغداء. بعد كده بقى نمشي عليه بعد كده قرص وقرص بعد كده. فهنا very gradual نص قرص 3 ايام قبل النوم، بعد كده نص قرص الصبح وقبل النوم، بعد كده قرص قبل النوم ونص قرص الظهريه، بعد كده قرص وقرص. معايا يا دكاتره؟ واخدين بالكم خدتوها دي قبل كده؟ ما خدتوهاش قبل كده خالص؟ very gradual مش مهم يا جماعه. فيري جراديوال ميثود يعني انا بديها ايه؟ يعني ايه جراديوال جدا. المشكله الثانيه اللي هو بتاعت البرومو كريبتين الرخمه جدا. العيانه تقول يا دكتور انا دايما لما اخد الدواء ده احس ان انا عايز ارجع. فظيع قوي الدواء ده يا دكتور. عارفين يا جماعه عشان خاطر ما ترجعش قوي. تاثيره يقل شويه عشان برضه دواء بيعمل جي اي تي اريتيشن. فجي اي تي اريتيشن بقى مع كمان دواء كمان دوبامين اجولس بيخلي العيانه عايزه تفومت قوي. فقول لها بص بلاش جي اي تي خالص، ما تاخدوش بالبق خالص. نعم يا دكتور ناخده ايه ان شاء الله؟ خدي فاجينال سبوزيتوري. ينفع؟ ده بالبق يا دكتور؟ ينفع. تاخده فاجينال يمشي. وده بيقلل قوي النوزيا والفوميتنج. الفاجينال. يعني ده كتب في سؤال في الكام ستادي جايد. كاتب لك ان هو كان بي تيكن فاجينالي. صح ولا غلط؟ صح جدا. مفيش اي مشكله. ممكن تاخد فاجينا عشان تو افويد الجاستريك اريتيشن للاقراص معايا يا دكاتره وتقلل شويه تقلل شويه النوزيا والموت. في دواء تاني على فكره اقوى منه والجرعه صغيره يعني تقريبا 10 جرعه 0.2 ملي جرام. الدواء ده اسمه يا دكاتره لايسوريت. لايسوريت الدواء ده اللايسوريت دوت اقوى وليس سايد افكت. لايسوريت. في دواء التالت بقى شد بقى احلى دواء بقى الدواء ده بقى جبار اللي جاي شغال بقى دلوقتي كويس قوي. ده يا دكاتره بقى اسمه ايلوندا. ايه؟ او دوستينكس. بقول لك هو ليه اسمه دوستينكس ليه؟ اسمه يا دكاتره كابر جولين. اسمه دوستينكس. معايا يا دكاتره؟ دوستينكس. او اسمه يا دكاتره ايلوندا. ده اسمه التوجيه لكن هو اسمه كابرجولين. اسم الايه؟ العلمي. نص ملي جرام القرص. نص ملي جرام التابلت. ده بقى جميل قوي. الشريط كله عباره عن قرصين. تاخد كل اسبوع قرص. انتهى الموضوع على كده. ده اللون ده اكتين اللي هو كابرجولين. ده اسمه دوز تينكس. يعني اتنين. دوز اتنين. معايا دكاتره اوعى تنسى هما قرصين. دوز تينكس تحس ان هو دواء صعيدي كده. اتنين. معايا دكاتره بتاع الصعيدي. دكتور صعيدي قوي. الدوستينكس معايا يا دكاتره؟ ده يا دكاتره كابرجولين او ايلوندا. في نوع تاني برضه مش مشكله اسمه نورفولاك او كينوفلايت مش مهم. هذه الادويه يا دكاتره خلي بالكم ديريفيتيف من الايرجوت. ايرجوت الكالويد. عارفين ايرجوت؟ في دواء خدناه اسمه ايرجوتامين. ده سؤال الاستاذ الدكتور كريم وهبه. تعرف واحد كده الله يرحمه كان اسمه حسن وهبة. ده هو اللي هو الدكاتره يبقى جوز اخته الاستاذ دكتور اشرف قرطبه.
يبقى اخته برضه تمام كده ما تاخدش العيله كلها يعني هي لسه مكمله. فالمهم الاجابه كانت حاسه بقى الكريم بعد اقول لك ايه بقى قول لي الادويه المشتقه من الايرجوت الكرويد عندك في دوائين مهمين البروبوكريبتين هو ادنسا هو بيت ادويه برضه ثم ما بيقولهاش يعني الكينابولايت برضه ايرجوت اللايسيد ايرجوت برضه بس هو عايز يسمع بروبوكريبتين والايرجوتامين اللي هو ايكوليك اللي هو بيعمل فايت كونتراكت ايكوليك ناخد 10 دقايق بس خلاص هيبقى مش لازم بعد كده ناخد ريست بعد 10 دقايق ماشي خلاص بس هيبقى مش لازم ده ايه على طول على حسب ما انتوا عايزين لسه بس 10 دقايق كل سنه بعد كده بقى ايه في حاجه انا في الباقي بقى يا شباب الباقي كله كلام بقى بسيط جدا على الانفكشن سهله جدا سهله قوي قوي الانفكشن اللي معايا ده في الاول الدايجنوزس انت يو تي اي كلام فارغ خده من 3 5 دقايق 3 5 دقايق بص يا جماعه في دكاتره بس عايز اقول تريتمنت اوف بيتوتال ادينوما بص يا شباب البيتوتال ادينوما على فكره علاجها يا شباب هيكون ميديكال يا جماعه ده هو حاجه اسمها سيرجيكال اللي هي ترانس سبينويدال او ترانس نيزل او ترانس فرونتال ده اتلغى خلاص مش لغى يعني بقى ده اخر حاجه هو علاجه بقى دلوقتي ميديكال فور لايف بتخف يا شباب على فكره الدكاتره لقوا ان هيلت الناس يبقى عندهم بيتوتري تيومرز ومش جريانين حاجه اسمها انسلتلوما ايه بقى القصه بقى لو الكادبر اللي في المشارح دي بقى يجي حاجه بتقول لك ده في تيومر ما كانش حاسين باي حاجه خالص يعني يا جماعه التيومر ده على فكره حاجه مش صعبه قوي يعني تقدر تيومر يا عندنا عندي عين كده او عندهم تقدر تيومر وماشيين كويس مفيش اي مشكله ده علاج بيكون ميديكال بروموكريبت او دوستينكس تمشي عليه بقى دوستينكس فور لايف لغايه ما تخف يعني انت بقى لو كان التيومر بيكبر او في بريشر سيمبتومز او في فيجوال ابنورماليتيز ساعتها هخش عمليات خش بقى ترانس اسبرويد او ترانس برانت ولو في ريكارنس افتر سيرجري لو في ريكارنس افتر سيرجري هنعمل ايراديشن لكن علاجنا هيكون ميديكال تريتمنت وهنا في مشكله كبيره قوي علاج البتوتال ادينوما هو بروبوكريبت هو يا دكاتره الكابيبولين هو ده اللي انا كاتبه هنا ده العظيم علاج الادينوما بس سؤال يا شباب لو في بتوتال ادينوما اثناء الحمل بدايه لازم تديها تعمل لها علاج ليه؟ الادينوما دي اثناء الحمل هتكبر عشان دي تروفين هون هتكبر بدون شك لانه هتكبر اثناء الحمل لازم هتكبر ده مشكله كبيره طب عليها ازاي يا شباب نخلي عمليات ولا اديها برومو كريبت ولا اديها برومو كريبت از ات سيف اثناء الحمل ولا تراتوجينيك سيف البيتا دينوما اثناء الحمل بتاخد برومو كريبت اند ات از فيري سيف اثناء الحمل نون تراتوجينيك بياخد برومو كريبتين مش اي مشكله. طب السؤال بقى الدكاتره الاذكياء فقط. شوف مين بقى فيكم ذكي يا شباب. شوف مين فيكم ذكي يا دكاتره. السؤال يا جماعه الذكاء هيبقى فوق ال 120. يقترب من 125. جنيه. بيتقاس من جنيه الذكاء دلوقتي. معايا دكاتره شوف يا دكاتره مين بقى هيجاوب السؤال ده. هنتابع ازاي الادينوما اثناء الحمل؟ هعمل لها ايه؟ مش هتابع الادينوما. ما ينفعش ليه؟ طب ايه المشكله في حاجه يعني؟ الادينوما ده بتروح للبرولاكت ليفل زي سي تي سكان. هتابعها اثناء الحمل بايه؟ ايمجينج بالظبط عيد الاجابه كان غلط اللي انا مستنيه. ما ينفعش يا جماعه نتابع برولاكتين في الحمل ليه؟ بيعلي اكتر من الادينوما. ما لقيتش برولاكتين اثناء الحمل خالص، امال ازاي؟ فيجوال فيلد وممكن ام ار اي فيجوال فيلد وام ار اي لكن مش برولاكتين ليفل خالص انه بيعلى من الحمل اكتر من الادينوما
الحمل طلع 400 اكتر من دي. طيب نخش كده بقى على هايبر اندروجينيزم. بس هو بقى بقى على موضوع الهايبر اندروجينيزم، وده ممكن يجي سؤال نظري صغير جه في الازهر كتير ما جاش في عين شمس ولا مره، برغم ان الاستاذ الدكتور حسن عواد قال عليه السنتين اللي فاتت ان هو هيجي ما جابش الدرس بالنسبه دكتور ربنا يسعدك. والله يبقى مش دكتور بيقولها سريعا. هو بيحب قوي الدرس يا جماعه، وقالوا كذا مره في المحاضره بقى يقول في المحاضره خلي بالك. هي اللي بقى الهايبر اندروجينيزم يعني انكريز اندروجين. على فكره يا دكاتره مش لازم الهايبر اندروجين يبقى فيه انكريز اندروجين. طبعا انكريز اندروجين ده الاساس، لكن ممكن اندروجين يزيد بطريقه ثانيه. ازاي؟ انكريز اندروجين ريسبتور سنسيتيفيتي. معايا يا شباب؟ يعني ممكن يبقى اندروجين يزيد او يزيد سنسيتيفيتي اندروجين او يقل السكس هرمون بايندينج جلوبلينز. طب ليه لما يقل السكس هرمون بايندينج جلوبلينز ده بيخلي الاندروجين يشتغل اكتر ليه؟ وكانه عالي ليه؟ علشان الفري بارت زاد. يبقى خلي بالك يا شباب ان الهايبر اندروجينيزم مش لازم الاندروجين يزيد، ممكن ما يزيدش، لكن السنسيتيفيتي تزيد زي ما انتوا كده اكيد كده في الهيرشتيزم. صح؟ الهيرشتيزم ده انكريز اندروجين سنسيتيفيتي، هو السنسيتيفيتي تزيد من اندروجين من ريسبتورز. او الحاجه الثالثه ديكريز سكس هرمون بايندينج جلوبلينز. يعني يا جماعه خلي بالكم ان الهايبر اندروجينيزم ممكن اندروجين يزيد ده هو الاهتمام، او السنسيتيفيتي ليه تزيد من ريسبتور او يقل السكس هرمون بايندينج جلوبلينز. معايا يا دكاتره؟ يبقى يا اما الاندروجين ككم زاد او ان الريسبتور ليه سنسيتيفيتي زاد، او ان يكون قل السكس هرمون بايند جلوبلين فالفري بار زاد. الثلاثه هيدول الايفكت اوف اندروجين في الجسم. سؤال الاستاذ الدكتور علي فريد الوحده السادسه. حد شافه؟ بس شوف جالكم؟ دكتور علي فريد ليه سؤال، بقول لك بقى هو بيحب التقسيمه دي. ولا بيه؟ لا بص يا جدع، في حاجه اسمها بري اندروجينز. بري اندروجينز معايا يا جدع؟ في حاجه اسمها اندروجينز. يعني ايه يا جدع بري اندروجينز؟ يعني اندروجينز ضعيفه. تحول لاندروجين قويه عشان تشتغل. ليه مين بقى اندروجينز ضعيفه؟ هم ثلاثه. في حاجه اسمها داهيا وداهيا اس واندرو استيني دايون. الداهية اسمه الداهية. ايوه هي دي الغلطة اللي انا مستنيها. حد يقول لي ضاي، هي مش ضاي، هي دي معايا يا دكاترة؟ اللي هي الضايقات اسمها دي هايدرو اني اندروستيرون. الداهية اسمها دي هايدرو اني اندروستيرون. والداهية اس دي هايدرو اني اندروستيرون سلفيت. اما الايه ده فاسمه اندرو استيريدايون. وده السؤال اورال اللي بتتسال فيه. جميع الاندروجينز في الفيميل، ده سؤال اورال يا جماعه خلي بالك السؤال اورال ده. جميع الاندروجينز في الفيميل 10 الميل، يعني مين عنده 10 اضعاف الاندروجين في الفيميل. كل اندروجين كده رقم 10 يطلع لك الليفل في الميل، الا اندروجين واحد فقط لا غير في الفيميل ضعف الميل. هو مين بقى؟ اندرو استيني ديون. ده يا دكاتره في الفيميل ضعف الميل، الوحيد اللي اعلى في الفيميل عن الميل. طب ايه الاندروجين القويه؟ هما اثنين، تستوستيرون ده قوي جدا، واللي اقوى منه مرتين ضاي بقى، امال ايه ضاي؟ ضاي هيدرو
تستوستيرون. وده بيتكون ازاي ده بقى؟ ده موجود جوه الخلايا على فكره مش في الدم. ده بيتكون ب 5 الفا ريدكتيز جوه الخلايا ده كده زي الشعر كده اللي هو ضال هايدرو تستوستيرون. ده كفاءته بجد والله 200%. يعني لو ميدو كفاءات الاندروجينز تستيرون ده 100%. انزيم تستيرون ضايع هاي تستيرون ده 200%. ده 200% بيديهم كده.
21 هيدروكسيليز ده 90% من الحالات. ما عنديش كورتيزون. ما عنديش نيجاتيف فيدباك. مين هيعلى قوي؟ هيعمل ادرينال هايبربليزيا. مين هيزيد قوي؟ بس كده. هو ده كونجينيتال ادرينال هايبربليزيا. ايه القصه بتاعته يا دكاتره؟ هو ديفيشنسي اوف 21 هيدروكسيليز. بالتالي ما عنديش كورتيزون. مفيش نيجاتيف فيدباك. اس اتش هيعلى جدا. هيعمل ادرينال هايبر ليزي. النتيجه انكريز دهيه. بس طب يا دكتور بكتشفه ازاي؟ ايه الاختبار بتاعي عشان اعرف ان عندنا في كونجنتال ادرينال هايبر ليزي؟ بعمل من الساعه 7 ل 9 صباحا 17 الفا هيدروكسي بروجسترون. ده يا دكاتره. ليه اشمعنى من 7 ل 9 الصبحيه بقيس لها؟ عشان ده السيركاديان ريزم اوف ذا ادرينال. طب علاجه ايه في كلمه واحده؟ كورتيزون فور لايف. هذا الكورتيزون خلاص عوض النقص وانهبت مين؟ اس اتش. يبقى علاجه كورتيزون فور لايف. هدي كورتيزون فور لايف هينهبت الاس اتش وعوض الناقص من الكورتيزون. حته صغيره جدا ده دكاتره عشان ده السؤال في الازهر جه قبل كده في الاطفال في الازهر 2010 في الاطفال جالهم سؤال causes of ambiguous genitalia. اطفال معايا دكاتره جالهم السؤال ده في الاطفال خلي بالك. فكان most common cause of ambiguous genitalia هو congenital adrenal hyperplasia. ده most common. هو برضه most common cause of salt losing nephrosis. عايز سؤال يموت ده يموت كده عايز سؤال salt losing nephrosis. مفيش salt بقى بيبقى لوس بلس عشان مفيش كورتيزول. بيعمل بقى طبعا ده امريكا جينيتاليا salt losing nephrosis في الكبار بقى يعمل هيرشتيزم يعمل امينوريا وانفرتيلتي. ايه القصه بتاعته؟ كونجنتال هايبربليزيا deficiency of 21 هيدروكسيز. ما عنديش كورتيزول. اي سي اتش عالي 17 الفا هيدروكسي بروجسترون عالي دهيه عالي. الدياجنوزس 7 على 9 الصبح 17 الفا هيدروكسي بروجسترون. التريتمنت كورتيزول فور لايف. هو بيعلى يا جماعه بيعلي الاندروجين. الفات لو تخين قوي لو اوبيز زي مين؟ بيسيو. طب لو فيري ثين زي انوريكسيا نيرفوزا. ليه انوريكسيا نيرفوزا مشعره؟ لا عندها شعر كتير. برافو عليك. لان الانوريكسا نيرفوزا ما عندهاش اوفر شغال بيبقى عندها امينوريه ما عندهاش استروجين. مين شغال ان اوبوزد؟ هو الاندروجين عشان ما عندهاش استروجين. لو بتاخد اندروجين من بره زي ملبس مين؟ ملبس بابا. ايه ملبس بابا ده عباره عن ايه؟ ساعات الدكاتره الاب بيعمل كده ايه؟ مثلا عنده مثلا نقص لجينه واخدين بالكم شويه اريكشن ضعيف شويه فبياخد اندروجين. يبقى برطمان جميل قوي كده وقرص شكلها جميل قوي. فالبنت تلاقي بابا بياخد ايه؟ قرص كده فبتقلل اكسوجينس اندروجين او واحد عايز تدخل او اذا كانت زي فريق الاتحاد السوفيتي اللي كان زمان قوي رافعين قضايا على المدرب بتاعهم ان هو كان بيديهم اندروجين. ليه؟ لما تبص على بنات الاتحاد السوفيتي بقى في التسعينات والثمانينات تلاقي احجام مختلفه فظيعه اجسام غير طبيعيه. عشان كده الاتحاد السوفيتي ده كان بيس امريكا في كل حاجه كل حاجه. ده كانوا يا جماعه فظاع كل البطولات كلها. فهم كمان بقى عضلات زي بقى واحده بقى عضلات. فهي الاكسوجينس اندروجين من بره في ناس ما بيقدرش يتخن اي حاجه عشان يتخن واخدين بالكم فبياخدوه ساعات من بره يعمل لها هايبر اندروجينز. ليه يا دكاتره الهايبوثايرويديزم؟ ليه يا دكاتره الهايبوثايرويديزم تعمل انكريز اندروجين؟ هايبوثايرويديزم ما بيكسرش الثيروكس ما بيكسرش. ما فيش ثيروكس عشان يكسر مين؟ التستيرون. انسولين ريزيستنس. فاكرين يا جماعه قصه البي سي او؟ فاكرين قصه البي سي او؟ البي سي او يا شباب لما كان الانسولين بيعلى كان بينشط سيكا سيل وطلع اندروجين وكان ليه افكت زي ال اتش. فاكرين مش فاكرين؟ انسولين ريزيستنس ودوره في البولي سيستيك اوفيريان سيندروم.
ولا تستوي 20؟ ال اتش سي ايوه توصل زيرو صح؟ على فكره يا شباب الموست كومن كوز اوف هيرشوتيزم مش هايبر اندروجينيزم هو ايديوباثيك ده الموست كومن كوز اوف هيرشوتيزم نوت هايبر اندروجينيزم ليه هو بيبقى عالي ما بيبقاش عالي الاندروجين في الايديوات ما بيبقاش عالي لكن عندها هيرشوتيزم كتير البي يا دكاتره هو هايبر برولاكتينيميا عايز حد يقول يا جماعه ليه الهايبر برولاكتينيميا بتزود الاندروجين ده من شويه عشان بتزود الادرينال اندروجين وانا لو بيزود الادرينال اندروجين البرولاكتين الاس ابنورمال سيكشوال ديفرنشيشن زي تيرنر كده ليه يا جماعه تيرنر بيبقى عندها شعر كتير ليه عشان ماسك الاس دي طيب يا مره ثانيه يا شباب الاندروجينز عندي في جي اندروجينز زي الجاليه الجاليه اس والاندروجين ديون وعندي سترونج اندروجين زي التستيرون وضاي هايدروتستيرون ايه الاسباب؟ اوفري ادرينا فات اكسوجينس اندروجين والتبس اوفري بي سي او تيومر لوتيومر ادرينا تيومر كوشي اوعى تنسى كونجينيتال ادرينال هايبرفيزيا موست كومن كوز فبيجو جينيتالي الفات تخينه ورفيعه اكسوجينس اندروجين الهايبوثايرويديزم ديكريز ستراكشر انسولين ريزيستنس مهم جدا ايديوباثيك مهم جدا هايبرتينيا وترنر سيندروم ناخد بس كده 10 دقايق ونرجع نكمل ايه دكتور صح زي الفات الفات بس انت لو تخينه قوي يبقى بي سي او هيبقى عندها اندروجين عالي ولو رفيعه قوي مش هيبقى عندها اوفر مش شغال خلاص مش شغال معايا زي الريكس نيرفوزا بقى مينوريا بقى مش شغال انا ايوه سكس هرمون بايند بلوك سكس بايندينج abnormal sex differentiation hello Very light sensation.
يعني ايه شاب ريلايزيشن؟ ريلايزيشن باي ديفينيشن عباره عن بريزنس اوف سم ميل كاركترز ان ذا فيميل. يعني الفيميل بتكتسب بعض خواص الميل، الفيميل بتكتسب بعض صفات الميل. Realization معناها presence of some male characters in the female. وده بيمر على مرحلتين. أول مرحلة دكاترة بنسميها non-virilizing symptoms أو de-feminization، يعني بدأ أسحب منها حاجات الأنثى. زي كده نبدأ ندخل الدورة. يبقى يحصل anorrhea، infertility، والشاي بقى فيه شوية دهون كده، شعرها يتقصر. ده اسمها non-virilizing او de-feminization. دي اول مرحله من الفيريلايزيشن. تاني مرحله من الفيريلايزيشن هو بجد بقى تقلع الرجوله بقى يا شباب، اسمها فيريلايزنج سم. تبدا عندها عضلات، تفاحه ادم، هارش فويس، هيرشوتيزم. ده بنسميه فيريلايزنج سم او ماسكولينيزيشن، تبقى من ناحيه الظهوره. يعني فيريلايزيشن يا جماعه في مرحلتين، اول مرحله اسمها دي فيمينايزيشن او نون فيريلايزنج سيمتوم، حاله ثانيه اسمها ماسكولينيزيشن او فيريلايزنج سيمتوم. يعني الفيميل في الاول يبقى عندها شكل اضطراب في الدوره، عندها انفيرتيلتي، شعرها بيتقصر، الدهون في وشها زي الاكني نون فيريلايزنج، الهيرشتس فيريلايزنج، عضلات كليتروميجالي، تفاحه ادم، دي فويس، دي كلها اسمها Virilizing symptoms. خلي بالك دكاتره هناك فرق ما بين، وده سؤال كوره، ما بين هيرشوتيزم وبين هايبر تريكوزس. ايه الفرق بين هيرشوتيزم وهايبر تريكوزس؟ هيرشوتيزم معناها increase من lying hair in the female. الهيرشوتيزم is a female condition بس، حاجه اسمها راجل عنده هيرتزم. ليه؟ الهيرتزم انكريز ميد لايف، يعني مستاش، بيرد، تشيست هير، اللي هو سوبرا بيوبيك هير. الفيميل بقى تراينجل البيز توورز الميليميز، لكن مين عنده دايموند؟ دايموند كده يا دكاتره، دايموند كده لغايه الايبكس، واصله لغايه ايه؟ لغايه الميليميز. ده الهير اللي هو سوبرا بيوبيك هير. في على جانبي الصايد في الباك معايا ده الهير بتاع مين؟ بتاع الميل. زياده الحاجات دي اسمها هيرشتزم. لكن في ناس عندهم شعر كتير زي الاتراك، واخدين بالكم؟ جينيتيك. تامر حسني، واخدين بالكم يا جماعه؟ ده عنده شعر كتير، واخدين بالكم؟ تمام. هل ده اسمه هيرشتزم؟ لا، ده اسمه هايبر تريكوزس. ده ميل اند فيميل كونديشن. تلاقي الاتراك كده، تلاقي الفيميلز ايديهم مشعره جدا، رجليهم مشعره جدا، بس زي الفل بيخلفوا ده وكل حاجه، ما عندوش اي مشكله في اي حاجه. ده بقى حاجات كده هايبر تريكوز مشعرين، واخدين بالكم؟ لكن كريز ميد لاين ده هيرشتزم. معايا الهبايه الهير ده اسمه هايبر تريكوز، هايبر تريكوز ميل اند فيميل كونديشن، هيرشتزم ده في ده فيميل كونديشن بس. طيب عندها ايه كمان يا دكاتره غير الريزشن؟ عندها كمان امينوريا معايا؟ طيب السؤال بقى يا شباب، ايه بقى دكاتره الدايجنوزس بتاع الهايبر اندروجينيزم؟ خلي بالكم بقى يا شباب، لما يزيد الاندروجين از نو، لما يزيد الاندروجين از نو، خد بقى حته جميله قوي، حته يا جماعه حته كده ايه جوهره كده. لما عند اي فيميل عندها انكريز اندروجين از نو، حاجه من اتنين، يا اما لقيت ستيرويد هو اللي عالي وبالتالي يكون اوفاريان بوز، واعمل بقى الترا ساوند، قد يكون بولي سيستيك اوفاريان سندروم او تيومر او لتيومر. لو لقيت الستيرون عالي يبقى ده اوفاريان، اعمل الترا ساوند بقى شوف القصه ايه، لابروسكوب في الاوفري شوف القصه ايه. او ان يكون العالي هو دهيه، ولو الدهيه عالي يبقى رحنا في دهيه. ليه بقى يا شباب؟ ليه بقى ادرينال بقى؟ الدهي بقى ادرينال، هتروح لمين؟ بتوع البطن بقى، بتوع البطن الجمال قوي، يقعدوا يتناقشوا في الحاله، ودي كواساكي وده كياسو
وسوسوكي ومش عارف ايه لغايه ما الاثنين تموت وهي قاعدين يتناقشوا كده. هما نو ايفري ثينج بس دو نصيب. واخدين بالكم؟ عكس الجراحين نو نصيب بس دو ايفري ثينج. هما يقول لك افتح بطن عيان شيل شيل على طول. هو الجراحين كده. فلو الدم عالي يبقى ادرينال بقى نعمل ايه يا شباب؟ نعمل بقى سي تي ام ار اي ادرينال تيومر كوشن. واخدين بالكم؟ 17 الفا هيدروكسي بروجسترون عشان كده كونجنتال ادرينال هايبر بليزيا. يبقى انت عندك اي في مين عندها اندروجين عالي هتعمل ايه؟ قيس نوع العالي من الادرينال. اعرف نوع ايه؟ لا اما تستيرون يا اما دهيه. لو تستيرون يبقى اوفري بي سي او بقى وتيومرز. لو دهيه يبقى ادرينال كوشن كونجنتال ادرينال هايبر بليزيا او تيومرز. لو في كوز عليك الكوز بي سي او عليك البي سي او ادرينال تيومر ما انت عارف ادرينال تيومر. واخدين بالكم؟ طب لو ما فيش سبب بقى هتعمل ايه بقى؟ بص يا جماعه لو واحده جت كريشتيز مثلا هتعمل بقى ليزر هتشيل الشعر ده بالايبيليشن لان اي علاج هديه مش هجيب نتيجه غير بعد 6 الى 9 شهور. يا جماعه الحاجات دي بتاخد وقت. مش هاخد النهارده دواء الشهر الجاي الشعر يختفي. ده في شعر طلع فوليكلز طلع عشان تعالي تاخدها شهور 6 الى 9 شهور. خلي بالك خلال هذه الفتره تصدق بقى ممكن ليزر وساعد العلاج بعد كده. ممكن الايبيليشن عادي خالص باي طريقه بعد كده يساعد العلاج. ما هيخف بعد كده هيقل بعد كده بس هياخد فتره اوقات ما يقل يعني مش اقل من 6 شهور. شايفين نتيجه. ايه علاج الدكاتره؟ ايه علاج الدكاتره؟ الهايبر اندرجينز. تعالى بس الاول اقول لكم على حاجه مهمه. الاندرجين ده بيجي من الاوفري او من الادرينال. تمام؟ الاوفري بيجي من اي خليه؟ السيكا سيل. اندر مين؟ ال اتش. ال اتش بينشط السيكا سيل لو انتوا فاكرين. صح؟ تمام؟ وبالادرينال بيدوا اندرجين. اندرجين دوت اهو بيتشال في الدم على سكس هرمون بايندينج جلوبولز. تمام. فكان بروح الخليه هلاقي فيه ريسبتور مستنيه اهو ريسبتور اهو معايا. هذا الريسبتور ده بينشط انزيم اسمه 5 الفا ريدكتيف شديده اقوى ايه؟ تستيرون بقى لاي هايد تستيرون. ده جوه الخليه على فكره بيشتغل على فوليكلز على كده ما بيطلعش في الدم ما بيتقاسش في الدم. ده دكاتره بقى اللي هي بقى قصه بقى حياه الاندروجين في الجسم. بيطلع من الاوفري او من الادرينال تمام بيمشي في الدم بيتشال على اساس هرمون بايند جلوبولين خش روح الخليه اركب على الريسبتور نشط هذا الانزيم اسمه 5 الفا ريدكتيز ويطلع اقوى اندروجين في الجسم داي هيدرو تستوستيرون ويشتغل بعد كده. ايه بقى دكاتره علاج بقى يا شباب؟ علاج الهايبر اندروجينيزم. بص دكاتره علاجنا ايه بقى؟ A B C D E F G H R. ده شكل علاج الهايبر اندروجينيزم. بص بقى هنشوف كل واحد منهم بيشتغل ازاي. سهل قوي. هو هيشتغل على الخريطه دي. لازم الخريطه دي هو يشتغل كده. يعني اول دواء عندنا دكاتره مشهور جدا اسمه الدكتون. ده طبعا ده الاسم ليه؟ التجاري اسم العلمي مين؟ سبايرونو لاكتون. عارفين ده يا شباب؟ سبايرونو لاكتون ده بوتاسيوم سبيرين دايركت. تمام. هذا السبايرونو لاكتون ده بيضرب مين؟ بيضرب ريسبتور. ده الدكتون اهو. ده الدكاتره عباره عن ايه دوت؟ عباره عن اندروجين ريسبتور انهبيتور. البي بينز فيها بروجسترون وفيها ايستروجين. البروجسترون بيشتغل ازاي؟ بيقلل ال ال اتش. البروجسترون بيشتغل ازاي؟ بيزود قلتها قبل كده كل البايند جلوبلينز قلناها قبل كده بيزود السكس هرمون بايندينج جلوبلينز بيزود ده فبيخلي الفري بار قليل. يبقى البيلز فيها بروجسترون وفيها ايستروجين. البروجسترون بيقلل ال اتش فبيقلل اوفيريان برودكشن اوف اندروجين. والايستروجين بيقلل فري بارت اوف ذا هرمون اللي هو بيقلل السكس هرمون بايندنج جلوبولين. السي بقى ده الدواء ده دكاتره اتعمل 1980 اتعمل ده اشهر حاله بي سي او
في التاريخ. وهي الأميرة دانا. تمام. ولأنها رفيعة ما بقاش عندها كل البيكتشر أو بي سي أو، يبقى عندها البي سي أو رفيعة، عندها مشكلة واحدة هو هيرشوتزم. ما تعملها الدواء ده اسمه سيبروتيرون أسيتين، وده دكاترة لوحده اسمه أندرو يعني أندروجين بيور، ولو اضاف عليه ايستروجين يبقى اسمه ديانا على اسم اميره ديانا. كان في الاول بيحطوا 50 مايكرو جرام على كل قرص ديانا دي. في بقى طلع ديان 35، في 35 مايكرو جرام في القرص اسمه ديانا. سيبرو تيرونستيد ده اندروجين ريسبتور انهبيتور اهو هنا برضه، ده اللي هو مين؟ سيبرو تيرون. يبقى دكاتره خلي بالك، ادي الادابتول اندروجين ريسبتور بلوكر. البروجسترون بيقلل ال LH ده بروجسترون، الايستروجين بيزود السكس هرمون بايند جلوبولز. تمام. سيبروتيرونستات اندروجين ريسبتور انهبيتور ده بيخش تكوين الديان، تعملها ديان. الدينا الكاتا دوت ديكسا ميسازون، عايز حد يبقى ديكسا دون في حاله ايه ولا شويه كونجنتا ادرينا هايبر فيزي ديكس اللي هو الكورتيزون ديكسنزون. طب هنا كده الدروكسين، حال ايه الدروكسين لو عندها هاي وين؟ الدروكسين هاي وين؟ هايبوثايرويديزم، بديها الدروكسين وهايبوثايرويديزم عشان خاطر يبقى الميتابوليزم كويس ويكسر بقى التستيرون، يحرق التستيرون بقى ويخلص منه. الاف نوعين الادويه حتى الان نوت ابروفد، حتى في امريكا بس برضه ايه مش ابروفد، مستخدمه بس لسه مش ابروفد قوي. واحد اسمه فلوتامايت والتاني اسمه فيناسترايد. الفلوتامايد ده اندروجين ريسبتور بلوكر، الفيناسترايد 5 الفا ريدكتيز انهبيتور. يعني هنا دكاتره كمان دايره كمان فلوتامايد، اما ده فيناسترايد. الجي جي ان ار اتش، عايز حد يقول يا جماعه امتى الجي ان ار اتش بقى؟ عشان هنهبت مين؟ الاوفرين. لا بقى ال اتش والاوفرين والبوستيف زي بي سي او كده. الجي ان ار اتش خاص بقى افلام اندروجين كمان. ده الجي ان ار اتش. الاتش ده موضوع اسمه هير شوتزم، عشان ما ننساش السكيما بتاعت ايه؟ او اسمها هايبر اندروجينيزم. الاي انسولين لورينج ايجنت زي ميتفورمين، ده في حاله ايه يا شباب؟ انسولين ريزيستنس، انسولين ريزيستنس، فاكرين؟ يبقى معنى كده ده الاسكيما بتاعت مين؟ بتاعت الهايبر اندروجينيزم. A B C D E F G H O N. A الدكتور، A B بيلز، C سيبروتيرون أسيتين، A D ديكسا ميسازون. لا مش اسمها بس. ال E التروكس، ال F فلوتامايد وفيناسترايد، ال G جي نوريتش، ال H ده موضوع، ال I انسولين لورينج ايجنت. بس انت يا جماعه مش تسال ديكسا ميسازون، ديكسا ميسازون بديل كونجنتال ادرينا هايبر كورتيزون عشان يمنع نيجاتيف تيك، عشان ايه؟ ينعمل ده نيجاتيف باك على الاس بي اتش ويغلي بقى هايبر بيس يبقى بعد. نعم بتضرب ولا دراج واحد جاب معاك نتيجه زود واحد تاني مش كومبينيشن. الاي ايه التروكسين حتى الهايبو سايروديزم ايه التروكسين. نخش بعد كده بقى على موضوع تاني هو لوور جينيتال تراك انفكشن. المفروض اللي بتاع سعوات يقول لك بالبو فاجينايتس مع اللي هم ثلاث ادوات امراض كانديدا ترايكومونس فاجينالس بكتيريا فاجينوس. ساعات بيزود هيومن بابيلوما فايروس. هنزود دكاتره وغالبا ان شاء الله مش هتيجوا باذن الله دلوقتي. كلاميديا وهزود كمان سيرفيسايتس.
وعمرهم ما جابوا حاجه قبل كده. الدكتور سعاد يقول لك في المحاضره ركزوا على جدول بتاع البالكو فاجينايتس يورين تشايل بيرين دي 104. يا جماعه ده انفكشن وين ده معايا كده دول شريكه تراكت انفكشن. المهم قوي يا شباب الفالفو فاجينايتس جت في جميع الامتحانات السابقه في الانفكشن، يعني الانفكشن مش هي بتيجي دايما، لا ممكن بتيجي امتحانات كتير قوي. لكن لما بتيجي انفكشن في اخر السنه في الميد تيرم في اي وقت في خلال اخر من سنه 2000 ما جاش غير الفالفو جانسون شارك بين كريم اللي هي الكانديدا وترايكومونس وبكتيريا الفاجينوس دول هم. اتش في فيروس دي مره. كلاميديا ما جاتش عمرها. سيرفيسايز ما جاتش عمرها. معايا؟ والله عايز اركز على ايه؟ على الثلاثه دول. انا هقول الثلاثه دول هقول لهم اشرحهم واشرح اتش في فيروس وكمان عشان خاطر يعني ايه نشرح بالمره كمان اللي هو الكلاميديا وسيرفيسايز ممكن حتى اقولها في المراجعات مش مشكله او يعني في السلايدز لان مش محتاج ما فيهاش اي كلام. نبدا اول حاجه بالكانديدا البيكانس او اسمها فالفو فاجينايتس during a child bearing period. يعني واحده بتيجي من البيوبرتي لغايه المينوبوز دول اكتر اورجانيزمز بيعملوا انفكشن للبطنه والفاجينا. الكانديدا 30% من الفالفو فاجينايتس. ترايكوموناس 10% من الفالفو فاجينايتس. بكتيريا فاجينوزس 60% من الفالفو فاجينوزس. يعني موست كومن هو البكتيريا فاجينوزس. ايه القصه بتاعته بقى يا جماعه؟ اولا لما اقول لك لور جينيكال تراكت انفكشن قصدي بيها انفكشن من السيرفكس وانت نازل. لان الاور من اول كوربس وانت طالع. يعني ايه اور؟ اللي هو بي اي دي وده جه مره واحده بس في خلال اخر 20 سنه جه مره. موضوع مهم جدا ممكن يجي لنا السنه دي. البي اي دي هما موضوعين مهمين يا جماعه. البي اي دي والفاجينايتس دي انفكشنز. بي اي دي الترم الثاني والفاجينايتس الترم الاولاني. معايا؟ ده الموضوعين باقي كله بعد كده ارميه كله مش عايزه. بس لا بس برضه مش نعمل حاجه هنقرا برضه قرايه سريعه تقدر تحفظ المصطلح. بي اي دي مهم. ده بابا ده دايما ده اللي هو بيخض الطلبه. بي اي دي لما اقول هجيب بي اي دي ده مشكله. ناخد الترم الثاني. فالفاجينايتس من اول السيرفكس فاجينا فالفا وفي كمان حاجه في الفالفا مهمه واسمها بارثرين جلاند. بارثرين جلاند دي هي الانفكشن اوف لور جينيتال تراكت. لكن الكوربس اندومترايتس سلبنجايتس سلبنجو اوفرايتس بيلفيك بريتونايتس دي كلها اسمها بنتك انفلاماتوري ديزيز. هنتكلم على دكاتره اول حاجه على الكانديدا البيكاتس. والكانديدا ديت الدكاتره هي كانديديتس او فانجل فالفو فاجينايتس. الموست كومن هي كانديدا البيكاتس لكن في برضه اللي هي ثانيه كانديدا ثانيه نون البيكاتس ودي نادره. معايا دكاتره في حاجه اسمها كنساس وتروبيكاليس وانواع ثانيه لكن دي نادره. النادر نون البيكنس. المور كومن هو كانديدا البيكنس اللي هي بتعمل بقى ايه؟ ستشارج الابيض كده تشوفه في الاطفال في بق الاطفال لما ياخدوا انتي بايوتكس ولا حاجه. اسمك ايه؟ كانديدا البيكنس. جايه منين؟ اولا كانديدا البيكنس دي كومنسال في الفاجينا ما يتقلقش جايه منين؟ دي موجوده في الفاجينا اصلا. واخدين بالكم؟ دي اصلا كومنسال في الفاجينا. دي دكاتره من نورمال انهابيتنس في الفاجينا يعني طبيعي تكون موجوده في الفاجينا بس على فكره بدرجه نادره قوي. يعني انت لو جبت ناخد مسحه من الفاجينا ما تشوفهاش. لو لقيتها في تحت الميكروسكوب
يبقى هي في انفكشن وما تشوفهاش في المعده المسكوب. بس ممكن تيجي برضه حاجات تانية زي لو كان الزوج عنده كانديدا بلا نايتس. يعني ايه كده؟ يعني البينيس عليه جلانز بينيس فيها كانديدا وارد. ممكن يقول للزوجه انسترومنتس وارد، تاولز استنى الزوجه مش نظيفه فكان حد تاني، فممكن تاولز ممكن انسترومنتس ممكن سيكشوال انتركورس كل ده ممكن يجي كانديدا الفيروس. اشمعنى احنا ايه البريديسبوزنج فاكتورز اوف كانديدا؟ هم حاجتين. اول حاجه ديكريزد اميونيتي، بس زي مين؟ ايدز. زي ايه كمان؟ كورتيكوسترويدز. زي لونج يوز اوف انتي بايوتكس. زي دايابيتس. زي رينال ديزيز. ولا يا شباب؟ ديكريز اميون. الحاجه الثانيه بقى يا شباب، الفطر بيحب ايه؟ العيش المبلول. احلى حاجه حضرتك مش بقول كده تمام كده في الحر من وجعي حضرتك عالية برضه الحر برضه كده. تاني يوم حصل ايه؟ عفن. هو نفس القصه برضه. امتى يتوجد عيش مبلول في الفاجينا؟ عيش يعني جلايكوجين مبلول على سكريشنز. عندك ثلاث احوال هتلاقي عيش مبلول في الفاجينا. اول حاجه الحمل اللي بيجي تشيل كتير ففي جلايكوجين كتير وسكريشنز كتيره. تاني حاجه زي الحمل سي او سي. تالت حاجه اللي معاهم في كل حته دايابيتس ميليتس، جلوكوز وسكريشنز كتيره في الفاجينا. ثلاث احوال الدايابيتس البريجنسي والسي او سي. دايابيتس دي يا جماعه بتزود سكريشنز وجلايكوجين في الفاجينا. تعمل ايه يا شباب؟ تعمل كانديدا. اسمك ايه؟ كانديدا البيكس. جايه منين؟ انسترومنت سيكشوال انتركورس تاولز. اشمعنى احنا انكريز اميونيتي انكريز سكريشن جلايكوجين؟ طب ايه السيمبتومز بتاعت الكانديدا؟ بص يا جماعه السيمبتومز اوف كانديدا عشان ده سؤال في كتاب ستادي جايد. الناس كلها دكاتره فاكرين ان اهم حاجه في السم هو الديسشارج. برافو عليك. المميز للكانديدا البيكنز ده اللي شفتوه كده في بق الاطفال الصغيره اللي هو الدكاتره الديسشارج ابيض يبقى عامل زي القشطه كيرف لايك زي جبنه شيزي لايك ابيض كده ناشف سيمي سوليد وايت ملوش ريحه وبيزيد بري منسترول. ليه قبل الدوره يزيد قوي؟ قبل الدوره ليه؟ لان اكتر تجميع الشهر كله من جلايكوجين سكريشنز. قبل الدوره تيجي بقى في سكريشن في كونجستشن سكريشنز كتيره وفي جلايكوجين كتير فتلاقي يا دكاتره الكانديدا بتزيد بري منسترول. يعني يا شباب خلي بالكم الشارج الابيض السيمي سوليد الكيرف لايك اللي هو ممكن ينتشر بعد كده تلاقي كمان عندها في الفاجينا والفالفا وكمان طالع على القروره منطقه الفليكشن. فليكشن هنا دي وين؟ القروره. على فكره ده فعلا الشارج حاجه مهمه جدا لكن اهم سيمتوم هي الايتشنج. ويابا عندنا بيجي لي في ناس كتير جدا عندهم ايتشنج ولو خد علاج الكانديدا دول ما عندهاش شارج يا دكتور. ياخد علاج الكانديدا يكون زي الفل. معايا يا دكاتره؟ الموست كومن سيمتوم هي اتشنج. الموست كومن سيمتوم هي اتشنج. يبقى في مين عندها دكاتره شارج وعندها اتشنج. ساعات كده اقول لدكتور على فكره انا برضه عندي في مشكله كده انا برضه بقى يا ابني فديت حاسس انها برضه مش طبيعي. هو جاله انفكشن كمان في الايه؟ كانديدا بارالايتس ممكن يحصل انفكشن اوف ذا هاسبيتال. والفيميل هذا تقلل جدا مع الانتركورس تلاقي انفلاميشن في الفاجينا. زي كده لو الفيبي كده اللي هو بقه فيه انفلاميشن يعرف يبلع ولا يعرف ياكل ما يعرفش. نفس الكلام يبقى عندها ديسبارونيا. حتى لو كده حابب اركب كاسكو ما يعرفش اركب كاسكو. يبقى عندها فاجينيزما فظيعه. لو بص على الفاجينا في الساينز بقى. الساينز اللي هي الفاجينا انفليمد حمرا قوي فيها كويس شارج ريد وهوت وتندر وايديمتس ولا في ديسشارج ولا تيشن. طب ايه الانفستيجيشن بتاعت الكانديدا البيكنس؟ اول حاجه يا شباب في الانفستيجيشنز هاخد نقطه من الديسشارج بتاع الكانديدا حته كده. لو بصيت عليها تحت الميكروسكوب هتشوف بكر التليكوم ولا اي حاجه. عايز افك يا دكاتره البكر دي من بعضها لازم احط بوتاسيوم كاويه. اسمعني بوتاسيوم كاويه؟ اخد صودا كاويه.
اسمه بوتاسيوم هيدروكسيد. ده يفك بقى الماجنتري بودي ديفريتس، بيبقى لك بقى الهايفي تحت الميكروسكوب. هايفي بقى تحت الميكروسكوب. هي ايه البقره دي بيفك ايه؟ مش فاهم. بيفك اللي هو اللي هو ديسشارج بايه؟ كميله كتيره قوي لطيفه بقى، فيفكهم من بعض. فتلاقي الهايفي بقى، تلاقي كده صوت الهايفي كده معايا دكاتره، تلاقي كده تريد تحت الميكروسكوب، تلاقي تريد كده تحت الميكروسكوب كده اللايف بتاعت الكانديدا اللي فاهم. لو عملنا دكاتره جرام ستين للكانديدا هتلاقيها عامله زي مين؟ عارفين دكاتره الكوبيبه السوري؟ كوبيبه السوري كده لا هي كوكاي ولا هي بصلاي، زي كوكو بصلاي. جرام بوزيتيف كوكو بصلاي. لو عملنا كالتشر مشهوره قوي بيقول يا جماعه اسم الكالتشر ايه؟ فاكرين سابارو دي؟ ولازم في الامتحان يقول لك اكتب لي سابارو. ده انت اي حاجه تديني حاجه ثانيه خالص. فيها دي اخرها A U D، اوعى تنسى بقى سابارو. هنا خلي بالكم الانفكشن الوحيده اللي فيها البي اتش بتكون اسيدك ميديا. هنا البي اتش اسيدك، اي انفكشن ثانيه ده مغمض الكاين الا ده الا الكانديدا، لانها كومنسا يا جماعه ما بتموتش اللاكتوباسيلاي او الدودا لاين، هي عايشه معاها عادي. بس هي دلوقتي قلت فزادت عادي، بس هي بتحب الاسيدتي بتاعت الباجينا عادي جدا. فالبي اتش بتكون اسيدك ميديا، وده سؤال كذا سؤال في كتاب ستادي جايد. البي اتش بتكون اسيدك. علاجها ايه يا شباب؟ اول حاجه علاج البريد سبوزنج فاكتور. من فضلك يا مدام نشفي نفسك كويس بعد ما تشطفي. لو تاخد انتي بايوتكس بطل انتي بايوتكس، واخدين بالكم؟ نرفع الاميونيتي، نظبط السكر. الحاجه الثانيه بديها ايه بقى يا شباب؟ اي انتي فانجل، عايز حد يجيب مثال انتي فانجل كده تعرفوه؟ فلو كونازول، اترا كونازول، كيتو كونازول، مترو ميتازول. ينفع مثل النزول يا دكاتره؟ هو اي ازول وخلاص يعني؟ اي ازول وخلاص؟ معايا؟ خلي بالك ده ثلاث اسئله في كتاب ستادي جايد. معايا؟ المترو نيدازول ده مش انتي فانجل، ملوش علاقه بالكانيدا خالص، ليس انتي فانجل. خلاص؟ اتراكونازول، كيتوكونازول، فلوكونازول، اي حاجه. فينا بقى سؤال مهم جدا جدا جدا، لو ريزيستنت كانديدا قلب كانز علاجها ايه؟ يعني يا دكتور انا بتعالج كل شويه الكانديدا، بترجع لي كل شويه. بص يا مدام، اول حاجه احنا بنديها دكاتره اللي هو الكانديدا دوت ممكن اديها قرص زي انفرجنز. واحد مش متجوز تاخد كبسوله فلوكونازول تفلوكان ولا حاجه مره 150 ملي جرام ده الموضوع مره واحده. لا يا مدام، انت هتطولي شويه العلاج اب تو 6 اسابيع، كل اسبوع كبسوله. يبقى اول حاجه دكاتره طولي العلاج شويه لو ريزيستنت كانديز، قوي يعني. الحاجه الثانيه يا شباب اديها اورال ثيرابي، لا تكتفي باللوكال بالفاجينا سابوزيتري. ليه يا دكتور اديها اورال ليه؟ عارفين ليه؟ غالبا ان الكانديدا وصلت للبينس للجي اي تي. كل ما اديها البوس للفاجينا يعني الفاجينا بعد شويه كده من البينس انفكشن ثاني. فاديها اورال تو اراديكيت اي فوكس في اي حته في الجسم. فبديها اورال زي الفيرجن بالظبط. يبقى اللي هي عندها ريكارنت كانديديزس بديها اورال سيروم. وعلي جوزها. وسيرش في العطوز. وممكن اعمل كمان كالشر. ليه دكتور كالشر هنا؟ كانديدا قدامك يا دكتور؟ لا اقول لك انا بليه كالشر. يا جماعه يا دكتور هو ليه اعمل كالشر ليه؟ سابروه. عشان اذر تايبس، ممكن تبقى ليه اذر تايبس، وده يبقى محتاج علاج مخصص. معايا وشوف بقى ايه السيستم بقى انتي فانجل للنوع الثاني دوت. مش هتكون قلب كانز يعني، الاذر تايبس. يبقى ممكن اعملها كالتشر في هذه الحاله. يبقى لو ريزيستنت كانديديزس بديها اورال ثيرابي، اطول العلاج شويه، اعالج الزوج. ياما شخصت في ميلز دايابيتك بالكانديدا، ياما. دكتور دكتور العلاج يا دكتور مفيش فايده، طب ما انت عندك سكر، هل السكر تطلع عندها دايليتس فعلا؟ ممكن اعمل كالتشر فور اذر سترينز من الكانديدا.
انفكشن ثانيه هي ترايكوموناس فاجيناليس. الله يرحمه الدكتور عز الدين عزام 2011 كنا بنصحح مع بعض كده فتره اخر السنه تمام كنا في الكليه فكان انا محافظ الطلبه كلهم بيرسموا الترايكوموناس فاجيناليس كان عايز بس كل نشوف طالب رسم ايه ترايكوموناس الطالب ده فول مارك من غير ما اقرا اي حاجه كان راجل لطيف قوي الدكتور الله يرحمه عز الدين عزام لازم الدكاتره تحفظوا رسم الترايكوموناس فاجيناليس لازم ترسموها مهمه جدا 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 الرسمه دي عايشه الراجل ده الترايكوموناس شكله كده دكاتره بير شيبت بيسموه سلانتنج اي ابييرنس سلانتنج اي مونجوليان اي ابييرنس زي العين الصينيه زي بتاع الصين كده واخدين بالكم مسكوبه كده وليه نيوكليس بالمنظر ده وليه اربع اهداب أمامية وجناح جانبي وديل خلفي ده دكاتره شكل الترايكوموناس فاجيناليس ليه اربع اهداب اماميه وليه جناح جانبي وديل خلفي شكله كده دي النيوكليوس بتاعته وده بقه دي اسمه هنا دكاتره الاستوما بتاعته بقه ده بقه ودي عينيه دي النيوكليوس واربعه فلاجيلا معايا وليه اكسس تايب وليه دكاتره جناح جانبي الترايكوموناس فاجيناليس اسمك ايه؟ ترايكوموناس فاجيناليس بالرغم من اسمه ترايكوموناس فاجيناليس الا انه مش من كومنسرز في الفاجينا يعني كان ده كومنسر لكن ترايكوموناس فاجيناليس مش كومنسر في الفاجينا ده اسمه ترايكوموناس فاجيناليس لا ليس كومنسر في الفاجينا جاي منين؟ هو مش كومنسر في الفاجينا يا دكاتره لكن كومنسر في مكان غريب جدا 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 فين بقى يا شباب؟ ده الجنس خلاص وده دكاتره البريديوس بتاع الجنس في الاي سيركمسايز بيز اللي بره هنا كومنسر هنا يا شباب تحت البريديوس في البريديوس ان ان سيركمسايزد فينز فهو كومنسر في النيلز اهو في النيلز في الان سيركمسايزد بس يعني اللي هم اللي بره واخدين بالكم نسبه كبيره مش ان سيركمسايزد لكن هو مش كومنسر في الفينين هو ممكن يبقى سيكشوال انتركورس بانسترومنت الات تعيان بتاولز ممكن بيسموه دبليو سي فالفو فاجينايتس يعني ايه دكتور؟ يعني ده موجود الدكاتره في الدايوكسيس يعني انت لو رحت كده مثلا كنتاكي كده ولا هارديز ولا انتر ناشونال سنتر اللي قاعدين فيه دلوقتي كده التويلتس معايا يا جماعه هتلاقي كده على التويلت كده هتلاقي فيه ترايكوموناس فاجينايتس عشان كده الدكاتره بيتعبوا في الصيدليه اعداد تمام عشان تقعد عليه عشان خاطر ما تلاقيش ترايكوموناس بيسموه دبليو سي فالفو فاجينايتس بيسموه ووتر بولز فالفو فاجينايتس يعني لو هتروح في مكان كده نص نص كده وتنزل فيه بسين ده هيبقى ده ترايكوموناس فاجينايتس بس ده مش المفروض ان هو في الانسر كام سنه لو واحد عدى ترايكوموناس تنزل بسين هتلاقي كل الناس طالما الميه دي مش متعدله كويس لو متعدله كويس مش هيحصل حاجه لكن هو يعني في اماكن احط ميه وخلاص واخدين بالكم فلو ميه مش نظيفه لو ميه بسيط دوت مش كويس قوي هيتقل من اي في بيت تاني فبيسموه ممكن يعيش في ميه البسين 24 ساعه ووتر وولز برضه فاجينايتس طب اشمعنى احنا؟ هو اهم حاجه اللي كابتن قالها في هايجين ده اهم حاجه لو برضه خلينا في اتش الكلاين زي مين؟ زي ناس بتحب تشطف كتير واخدين بالكم؟ برضه سيكشن ده كورس برضه الكويتس فريكوانت كويتس برضه بيعمل كده بيجيب انفكشنز بيجيب ترايكومونز لو كان في انسر نوسايز نيجي بعد كده على السيمبتومز هو اهم حاجه على الموضوع ترايكومون مش عارف اهم حاجه لا تخفاش ايه السيمبتومز عندنا؟ ده بقى الدكاتره بصراحه بقى ده الموست امبورتنت سيمبتوم المره دي هو الديسشارج هي يا جماعه ده الديسشارج بقى
وليدز الشارج مميز جدا. عامل ازاي دكاتره؟ شكله ازاي؟ تينيكال تينيكال. عامل ازاي؟ شوربه العدس المرخيه التي لها رائحه السمك. ده دكاتره بيبقى يلوش زي شوربه العدس بالظبط، نفس التكتشر كده، تقيل سنه كده. وفروسي لان هذا ترايكوموناس فاجينالس بيطلع CO2 كتير التي لها رائحه السمك، بيعمل فكره فيش اودر، بيروح مش حلو بيطلع ميز، يعمل فيش اودر. فده دكاتره بيبقى الشارج يلوش اور جرينش، ويتميز ان هو فيري فروسي، فروسي جدا مليان قطيع مرخي قوي. وليه فيش اودر يا دكتور؟ انا بحس انها وحشه كده يا دكتور. بتزيد الدسشارج بعد المنسس، اللي قبل المنسس كان كبير، ده بعد المنسس ليه؟ عشان ده اقل بي اتش، سوري اقل اسيتيك بي اتش. الكلاين بعد الدوره على طول بقى الكلاين، لان الرموز قليله، فبيحب الالكلاين ميديا قوي، فتلاقيه بعد الايه؟ بعد الدوره. بيعمل اتشنج برضه. بيعمل انفكشن اوف هاسبند برضه. وده بيعمل انفلاميشن جامد قوي في البشاينا. يعمل ديس بارونيا. يبقى الدسشارج itching, infection of the husband وديسبرونيا. الاكزامينيشن بقى يا شباب انا بسميه the flea of the vagina. ده انا بسميه بلغوت الفاجينا. ليه يا دكتور؟ بنلاقي الفاجينا دكاتره مدرمه كده، حته كده فيها كده زي ما يكون مش ناموس قراصنة، ناموس انسان. مين اللي يقرص؟ بلغوت. حتى بنسميها فلي بيتن فاجينا، اسمها كده فلي بيتن، وكأن بلغوت قرص. بتلاقي الفاجينا انفليمد قوي زي ما يكون كده حته فراوله، بسميها استرابري فاجينا. زي ما يكون كده فتره الفاجينا متنفسه، بنسميها انجري ريد فاجينا. من كل الانفلاميشن انا كده ما اعرفش دخل الكاسكو، عندها فاجينيزمس رهيب. فلي بيتن فاجينا. انجل ريد فاجينا، استرابري فاجينا فيها الشارج الباين قوي. طب ايه الانفستيجيشن؟ لو خدنا الكاتره فريش ويت دروب، خدنا الشارج تحت الميكروسكوب، تلاقي الجريس عمال يجري، والرجل ايه عامل زي الباجود بجد، حركته سريعه جدا بالفلاجيلا بالاكسو ستايل، ديله بالاكسو ستايل بتاعه بيجري جامد جدا. الفريش ويت دروب موتايل اورجانيزم بالجرام ستين جرام نيجاتيف. الكالشر بتاعته ده كانت في اي كالشر اسمه ترايكومونس. احفظوا حتى حاجه اسمها ترايكو سيل. في فين برضه برضه؟ ايه دايموند؟ اي حاجه. ستورد اي حاجه بقى. البي اتش بيكون الكالاي. الانفستيجيشن مره ثالثه على ترايكومونس. فريش وات دروب موتايل اورجانيزم جرام نيجاتيف. الكالشر احفظ لوحده وليكن ترايكوسين، والبي اتش يكون الكالاي. ايه علاجه بقى يا شباب؟ نعالج الكوز طبعا، نعالج الكوز. لو في عندنا مثلا بتخش مثلا تويلت ستيله بره في الشارع، ماشي خلاص هاتي بقى قاعده، روح النادي كتير هاتي قاعده بلاستيك علي الكوز. بنديها يا دكاتره بقى علاج الترايكومونس باشاي دانس. المره دي مترو بقى نيدازول. المره دي بجد مترو نيدازول. احسن حاجه الاورال. في برضه حاجات ثانيه زي البروتوزول والفاسشن وحاجات زي كده. 2 جرام سنجل دوز. تريتازول، حد يعرف حاجه اسمها تريتازول؟ 2 جرام سنجل دوز. اورال احسن حاجه. ممكن برضه فاجينا، ينفع فاجينا، ينفع فاجينا، بس هو احسن منه. اوعى تنسى عشان اقول لك بقى علاجها ايه لو مرض، عايز يعالج مين؟ دكتور حسن عواد هيجيب لك يا دكاتره يوم السبت يوم 4/5، اقول لك علاج الترايكوموناس ايه؟ ايف مرض، عشان اقول علاج مين؟ الزوج. في الكانتين علاج الزوج لو كانت ريكارد، هنا وش اعالج الزوج، لازم اعالج الزوج. على فكره يا جماعه مترو ميدازول الفاجينال
ممكن يتاخد من اول الحمل. الاورال عدي اول ترايمستر من الشهر بقى ايه الرابع يتاخد الاورال من شهر رابع يعني عدي اول ترايمستر. الفاجينال عادي تاخد اي وقت في الحمل من اول شهر. اشمعنى يا دكتور؟ الفاجينال بيبقى تاثيره اقل شويه بيخش ده قليل. اوكي فهمت يا جماعه الكلام ده؟ مفيش مشكله. البكتيريا الفاجينوز بقى ده كده بكتيريا فاجينوزس دي بقى الموست كومن انفكشن بقى بكتيريا فاجينوز. لاحظوا لاحظوا اسمها بكتيريا فاجينوزس وليس بكتيريا فاجينايتس. ايه الفرق بين اوزس وايتس؟ اوزس معناها انتشار البكتيريا in absence of inflammation. ايس معناها inflammation. بكتيريا فاجينوزس يعني ايه دكاتره؟ بكتيريا فاجينوزس معناها انتشار البكتيريا اللي موجوده في الفاجينا نورمالي. انتشار الكومنسال زادت 10 اضعاف العادي بتاعها فتعمل انفكشن in the absence of inflammation. يبقى هنا انتشار البكتيريا اللي هم كومنسال انا بسميها نيران صديقه زي الجرب جود في نفسه هو كده. هنا دكاترة الكومنسال جابت جول في نفسها. هنا دكاترة اللي حصل الكومنسال زادت 10 أضعاف. إيه النتيجة يا شباب؟ النتيجة ديسشارج ريحته وحشة فقط لا غير in the absence of inflammation. اللي اكتشف هذه البكتيريا راجل ألماني 1950 اكتشف بكتيريا اسمها واسمه جاردنر. الراجل اسمه جاردنر يا جماعه الراجل ده اسمه جاردنر. الراجل الالماني ده 1950 اسمه جاردنر اكتشف البكتيريا وسماها على اسمه سماها جاردن ريلا فاجينالس. ان شاء الله في يوم من الايام سكرنا ان شاء الله في يوم من الايام سكرنا جايه بس فين الله اعلم ساعه الشمع اشمعنى هو جاردنريلا يعني اشمعنى يعني ماشي. فهنا دكاتره اوعى تنسى دكاتره جاردنريلا فاجينالس تزيد 10 اضعاف اليوجوال. دي كومنتس. طب جيت ليه بقى؟ اهم حاجه هو فريكوينت انتركورس لاجو في هاي شوبر. طب ايه العلامات؟ ايه في مين؟ حد اشتكي ان بيزا عايز تشارج تيتيكال زي اللبن الذي له رائحه السمك. يعني ما بيبقى فيري بيبقى ثين بيبقى وايت او جريز شارج وليه في شوجر وتيجي الفيميل ماسكه جوزها من قفاه. يا دكتور جوزها ريحته وحشه ليه؟ بعد الانتا كورس بشم ريحه وحشه. ده انا عارفه يا دكتور المشكله يا جماعه مش في جوزك المشكله فيها هي. طب انت عندك ايه يا مدام؟ انا دكتور انت عايز شارج كده لونه ابيض وبشم في الدوره ريحه زفاره كده برضه وبعد الانتر كورس ده وحش قوي. تمام تعالي جاي من هو انا بصنع فاجينا مش اي حاجه ولا اي سم. بص يا مدام هو انا واخد منها رجعت كده فريش ويت دروب هتلاقي النقطه الاستراتيجيه بتاعي حط على سلايد واجيب المدرسه الكاميرا بتاعت مين؟ الكانديدا فاكرينها؟ تمام شمي كده معايا يا مدام اقوم حاطط البطاطس الكاوية على الشارج. فهمت عليها؟ ايوه هي دي اللي احنا بنشمها بعد التالتة كورس. ايوه العيب مش في جوزك العيب فيك انت. ايه بقى القصه بقى؟ ده دكاتره هذا الاختبار اسمه ويف تيست. يعني ايه ويف؟ ليس اسم عادي فرنساوي ولا الماني ولا انجليزي. ويف هما بره لما يشوفوا ريحه وحشه يقول لك ايه؟ ويف.
يعني هبوة نفس رائحة. ويف معناها كده نفس هبوة رائحة. الويف تسمع عبارة عن ايه يا شباب؟ ان يا دكاترة البكتيريا دي انيروبس فبتطلع امينز. هذه الامينز بتتطاير بالالكالين ميديوم، يعني امين بتحول من الصلب الى الغازيه فتشم بقى ريحه وحشه. عشان كده دم الدوره الكالين فتشم ريحه وحشه. السيمن الكالين مش كده تشم ريحه وحشه. فهو القصه كلها ان السيمن ده بيحول الامينز اللي موجوده في الديسشارج الى غازيه وتتطاير وتشم ريحه ايه وحشه. قصة مش ليها علاقة بالسين خالص. فهنا دكاترة اسم ويف تيست. تحت الميكروسكوب بلاقي كده الخلايا بتاعت الفاجينا كده وعليها دكاترة خلايا الفاجينا كده وعليها دكاترة اورجانيزمز كتيرة جدا 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 كتيرة 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 كتيرة. كل دي اورجانيزمز زي ما يكون كده يا شباب كده عضماية عليها نمل. من كتر النمل الجاردنرين من كتر النمل مش شايف العظميه دي. بسميها كلو سيل. يعني ايه كلو؟ مفتاح لحل اللغز، حل القضيه. فتلاقي خليه اسمها كلو سيل. ايه كلو سيل؟ عباره عن خليه من خلال الفاجينا واقع عادي جدا وعليها كميه اورجانيزمز غير طبيعيه. اسمها كلو سيل. دي احنا بنجيبها يعني ولا هي موجوده ولا دي؟ هي موجوده في عشان عليها البكتيريا. دي بكتيريا كلها على الخليه. انا بشوفها ازاي؟ ما انا مش الميكروسكوب يعني انا باخد لو خدت اي اي مثلا من فشل من الشارج اللي عندها شارج بتاع الاسكوب كده بقى كده خدت الشارج حته ثانيه تحت مكتوب هي الخلايا بتاعه الوقع في الفاجينا عليها الاورجانيزمز. ماشي كده. هلاقي دكاتره البي اتش بتكون الكالين. هلاقي الشارج اللي زي اللبن. عد معايا كده 1 2 3 4 كلو with the charge mimics and pH alkaline. دي أربعة كريتيريا. ثلاثة منهم يشخصوا بكتيريا الفاجينوزس. هذه الأربعة كريتيريا. ثلاثة منهم يشخصوا بكتيريا الفاجينوزس. اسمها أمسل كريتيريا. اسمها أمسل كريتيريا. أمسل كريتيريا دي بيشخصوا البكتيريا الفاجينوزس لو 3 أو 4. 3 out of 4 بيشخصوا البكتيريا فاجينوزس اسمها الامسل كريتيريا اللي هم بي اتش الكالين الشارج مميز الكلوسل الويف تسيف. دي خليه من خلايا الفاجينا. يعني بص يا جماعه الخليه تبقى كده وعليها البكتيريا البكتيريا كده تحت الميكروسكوب. من كتر يا دكاتره البكتيريا مش شايف الخليه اصلا فدي اسمها كلوسل. اوكي يا شباب علاج ايه بقى هنا المره دي؟ برضه تاني مترو ميدازول. برضه قالتها برضه مترو ميدازول. ينفع فاجينال ينفع اورال ينفع اورال. اثناء الحمل يا دكاتره في بديل تاني حلو كليندامايسين. كليندامايسين ينفع برضه وفي كليندامايسين كريمز. هنا في سؤال الاستاذ الدكتور ثلاث اسئله دكتور حسن عمر في الموضوع ده. اول سؤال يا شباب اثناء الحمل ممكن ادي ايه؟ ميتريدازول من الشهر الرابع او طول الحمل كليندامايسين. كليندامايسين طول الحمل كليندامايسين ينفع كريم طول الحمل او مترونيدازول من الشهر الرابع. السؤال الثاني لو هي دكاتره هذه الفيميل مش عايز تحمل وجوزها بيستخدم كندم عزل طبي هل في مشكله مع كليندامايسين؟ اه الكليندامايسين ده بيبقى كريم زيت يبقى زيت. والزيت ده مع الكندم بيفتح البورز بتاعته. الكندم ده بلاستيك. يعني لو ضربت كده حطيت كده ايه؟ نقطة زيت على ايه؟ نقطة زيت على اي بلاستيك هتلاقيه طري شوية. بيطريه. ودي بالكم. ايه اللي طري يعني ايه؟ يعني فتح البورز بتاعته. فهنا الكندم ده مع كليندامايسين دوت ممكن تلاقي البورز بتاع الكندم فتح فممكن السبرم يعدي منه ويحصل حمل. ففي بريكوشن مهم اللي بيستخدم كليندامايسين كريم والزوج بيستخدم كندم اللي ده بيقلل الافيكاسي اوف كندم عشان كده هيستخدم بقى اي وسيله ثانيه معايا او وسيله مساعده معايا مع ايه؟ مع الكندم في الايام
بنسمي فيها كليندامايسين كريم. السؤال الثالث اللي جاي ما هي كومبليكيشنز اوف باكتيريال فاجينوزيس؟ اي انفكشن تعرفها افضل؟ ايه الانفكشنز؟ كومبليكيشنز اوف باكتيريال فاجينوزيس؟ اي انفكشن؟ خدنا اي انفكشن زي ايه مثلا؟ سيبتيك ابورشن بي اي دي. طب هي دي في الجايد في الحمل سيبتيك ابورشن. رابشر في البريز. كوريال نايتس. بيربرال سيبسس. معايا يا كابتن؟ ممكن بعد استركتمي انفكشن بعد استركتمي اي انفكشن بريتر بليبر بريتر اي بتحبها والسؤال ده جماعه تحبها والسؤال دوت كومبليكيشنز اوف باكتيريال فاجينوزيس مع كومبليكيشن مع الحمل او في البيت. اخر انفكشن عندنا بقى مهمه هي هيومن بابيلوما فايروس. دكتور يعني البكتيريا البابيلوما صح؟ انا خلاص يا شيخ بس مش الباقي ده كله يا جماعه ده شغل ده اللي جاي لك في السلايد يوم الجامد يا اسطى ماشي ده في يعني بس تجيلها ازاي يعني ايه كده؟ منسى؟ نيجي يا جدعان بقى على هيومن بابيلوما فايروس. بيحبوا الاستاذ الدكتور حسن عواد. قايل لكم سلايد هيومن بابيلوما فايروس. الهيومن بابيلوما فيروس بنسميه ساعات عشان ما ننساش هبتنا فيروس يعني هو دي ان ايه فيروس يوم ما كان لهم دي ان ايه فيروس هبتنا فيروس من مجموعه البابوفا فيروس هناك اكثر من 100 نوع من هذا الفيروس في انواع منه هاي ريسك في انواع لو ريسك فور كانسرز يعني ممكن يعمل كانسر بلفا وراينا وسيرفكس حتى الكانسر سيرفكس في بعض الكتب اتشال من الكانسرز واتحط فيه السيكشوالي ترانسميت ديزيزز لان هو في علاقه وثيقه جدا 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 بين هيومن بابيلوما فيروس وكانسر سيرفيس. فالكانسر سيرفيس تقريبا بقى سيكشوالي ترانسميتد ديزيز. هذا الفيروس ده بيأثر على ستراتيفايد سكويموس نون كارنايتنج سيل خلايا بروليفريشن هايبر كيراتوزس كيراتين كتير قوي اكانسوزس خلايا كتير قوي بابيلماتوزس عارفين يا جماعه بابيلماتوزس مش عارفين بابيلماتوزس هايبر كيراتوزس واكانسوزس اللو ريسك 6 ب 11 اعملوا ووردز الهاي ريسك 16 و 18 اعملوا كانسر 16 و 18 اخطر انواع بالذات 16 ده لعيب و 18 فور 6 و 11 الوردز كل حته في الجسم ممكن الوردز الورد لما تتجمع تعمل كوندايلوما اكيوميناتا يعني الورد مع ورد مع ورد يجمعها مع بعض فراح اسمها كوندايلوما اكيوميناتا يعني كبيره يعملوا ده يا جماعه تيليكا تيليكا عامله زي مين؟ الارناليطه لا حته الارناليطه عارفين كده زي الارناليطه الورد حته واحده الكوندايلوما ارضانيتا بجد وفي احجام منها تخض الارضانيتا في احجام تخض من الايه؟ كوندايلوما اكيوميناتا في صور طلع في جسم الراجل كله مات او في بيت كلها مليانه كوندايلوما حاجه مرعبه مرعبه بجد الفيروس ده يا دكاتره بيعمل ووردز يا جماعه بيعمل كوندايلوما اكيوميناتا بيعمل كانسرز خلي بالكم بقى لو الورد موجود الانديكيشن فور سيزونيان سكشن ليه يا دكتور الانديكيشن فور سيزونيان سكشن بقى؟ علشان لو بيبي نازل ولقط
هذا الفيروس هيعمل له وورد في مكان لن يخطر لكم على بال. عارفين فين؟ يعملوا لكم هنا هنا فوكال فوكال كورد باب اللقمه، مش امبيليكال كورد، لا فوكال كورد لارينجيال باب اللقمه. طبعا يا جماعه لارينجيال باب اللقمه يطلع كل شويه وورد في على هو ريكارد ريكارد ابن لذينه، يطلع بقى على كده وورد على اللاركس هيتخنق في يوم من الايام ويموت، واخدين بالكم؟ فده انديكيشن فور سيزاريان سكشن، اللي هو عشان خاطر ما يحصلش كده ده يلقطه ويحصل له فوكال كورد باب اللقمه. في الفالفا والبشاينه، في البشاينه بالذات يعمل بقى ايه كوندايلومه طالعه كده كبيره كده. لكن في السيرفكس زي الفيروس ده برضه في الوش ما يعملش وورد، حته فلات كده. في الفوت يبقى حته داخله جوه. ساعات بيسموها الصمت صح؟ داخل جوه، الفوت داخل جوه. الجسم طلع وورد. الوش بقى فلات. يعني ما يعرفوش الكلام ده تعرفوه. تمام. برضه اللي كاتبه في البلطة تلاقي ووردز كبيره كده كوندايلوم. في السيرفكس يبقى فلات او حتى داخل جوه شويه. الفيرب ده بتاع ايه؟ بتاع الفوت. فعلى السيرفكس يعمل فلات كوندايلوما او الفيرب كوندايلوما. في البلطة بيعمل كوندايلوما اللي طبعا بره. ازاي اكتشف هذا الفيروس؟ اكتشفه ازاي؟ اول حاجه كاتبه في حاجه اسمها بلوت تيست. دوت بلوت تيست ده بيكتشف اللي كاتب الفيروس ده اتش في ورا دي ان ايه. طب نوع ايه؟ ما اعرفش نوع ايه. في اللي كاتب بلوت تيست اسمه ساوثرن بلوت تيست ده يقول لك الفيروس نوعه ايه، وده مهم عشان اعرف لو ريسك ولا هاي ريسك. اسمه ساوثرن بلوت تيست. معايا شباب؟ انتوا خدتوا الايدز كان في اسمه ايه البلوت بتاعه اسمه ايه؟ ويسترن بلوت. ما خدوش ويسترن بلوت. على فكره يا دكاتره، على فكره يا شباب، ساوثرن دوت اسمه راضي. ساوثرن بلوت تيست. وليه لو عمل بلوت تيست بيكتشف الدي ان اي فيروس؟ فالناس ايه؟ يعني اتبسطوا منه قوي، تيست جميل جدا. فعلى ميزانه على ساوث بلوت عمل حاجه اسمها نورثن بلوت تيست، بيكتشف البروتين بتاع الفيروس. بعد كده على ميزانه عمل حاجه اسمها ويسترن بلوت تيست، بيكتشف اللي هو ار ان اي فيروس. على اسم الراجل ده اول مره واخر مره دخل في التاريخ ان هم يعملوا حاجه على ميزان الراجل اللي هو الجميل قوي اللي اكتشف الايه؟ البلوت. وحتى الان مفيش ايسترن بلوت تيست. يعني ايه ساوثرن؟ في نورثن، في ويسترن، مفيش حاجه اسمها ايسترن بلوت تيست. يعني ساوثرن بلوت تيست ده كان بيكتشف الدي ان بتاع الفيروس، نوع ايه ده سبيسيفيك. الخلايا المصابه بالفيروس اسمها كولوسايتس. الكولوسايتس دي يا دكاتره بتبقى خليه مالتي نيوكليتد. وتلاقي النيوكليس حواليها كده بيري نيوكليار هيلو. حته كده هيلو هي نيوكليس دي جنريتد. وتلاقي السيتوبلازم اسمه انفوفيلك. انفوفيلك يعني ايه نقطه انفوفيلك بقى؟ يعني ايه؟ يعني فش. لا هو ازرق ولا هو احمر. الخلايا تبقى يا اما ازرق يا اما احمر. دي جنريتد. فتلاقيها فش. معايا؟ لا زرقاء لا سيتوفيليك ولا ميزوفيليك. انفوفيليك اسمها كويلو سايتس. اكتبوا عندكم كويلو سايتس. كويلو سايتس طبعا يا جماعه كل زي ما عندي كل الشباب السمير هذه في ليه؟ ليه باب السمير؟ خايف من الكانسر. ايه العلاج يا شباب؟ علاج هذا الفيروس هعمل لوكال ديستراكشن للوردز. ازاي لوكال ديستراكشن؟ في دواء فرنساوي جميل قوي. او الفرنساويين احلى ناس في الكيموثيرابي. اخترعوا حاجه غريبه جدا بقى. كريم يتحط على الورد يخلي فيروس في الجسم يهاجم الفيروس. الجسم ما بيهاجمش فيروسات. يعني غير ده حاجه مليون ده الجسم مليون ضد فيروس. انفلونزا دي مليون مره. معايا يا جماعه مفيش مليون ضد الفيروس. خلي الجسم يهاجم الفيروس حاجه كويسه قوي. في دواء فرنساوي كريم في بيت استخدمه لنفسها كده سيلف ابلاي اسمه اني كويمونت. ده دواء فرنساوي. اني كويمونت.
ممكن يا دكاترة نستخدم خل، خل بس خل ايه؟ خل البيت كام؟ خل البيت تركيزه كام؟ خل بتاع البيت حطه على السطح دوت 3-5% ده 70% ده بجد مية نار. ده بنجيب في علاج الدكتور لازم يصيدلي يعني يديك معاه فازلين ويحط حواليه مرض ويجيب كده عارف كيوتر كده بتاع الباب تقوم لامسه في اسمه تراي او تترا كلور اسيتيك اسيد تقوم حاطه في الاسيتيك اسيد ده وتلبس فيه الورد تلبسه بعد كده تلاقي الورد بيضت اسمه تراي او تترا كلور اسيتيك اسيد. خلي مركز يا جماعه ده ميه نار لو لمس الجلد بيحرقه فظيع ميه نار بجد. في صبار مركز صبار فين الصبار يا شباب؟ مركز جدا على فكره لو اتحط في الفاجينا يموت الفنين سم لو اتحط في الفضفة في واحده حامل يموت العيل اسمه برضه فين المركز كم في المية تركيزه؟ مركز جدا نص المية مركز جدا ده صبار مركز جدا يا جماعه ده بص بقول لكم لو حط واحده حامل يموت البيبي لو اتحط في الفاجينا يموت الفينين لا اتحط في الفاجينا ولا في واحده حامل لا واحده عاديه ولازم واحده تكون حامل وعلى الجلد منبرفع على الجلد على الفرد برضه حط برضه فازلين وعلى الورد بس اسمه بودوفيلين تركيزه 0.5% ممكن نعمل ليزر نعمل كرايو ليه بقى اللي طلع في الليزر والحاجات الموجودة ده هيموتها ده كده كان كله يموت كله يموت اوعى تنسى المرض ده ريكارنت اوعى تنسى لو هي واحدة حامل لازم نعمل سيزاريان سيكشن معانا ان شاء الله دكاترة. طب دكتور مفيش حاجة تمنع ريكارنت؟ أنا بسألت عليك سألت عليك من التليفون. Thank you.